صباح الهنا والرزق والسعاده وعشر الصبح في الاهلي، وان شاء الله كده يا رب النهارده اليوم يبقى يعني يعدي علينا بكل خير يا رب، وكمان اخبارنا الخاصه سواء على صعيد النادي الاهلي او الرياضات المختلفه وبرده على المنتخب تكون بخير. طبعا مش الاحداث دلوقتي مليئه يعني، لكن اكيد لازم هنتكلم بالتفصيل اكتر عن النادي الاهلي والمباراه طبعا الاهلي وسموحه. باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم، لسه في منافسات ولسه في يعني زي ما بيتقال كده مشقه طويله، او لسه في شوط كبير جدا. ان شاء الله النادي الاهلي يكون قد كل اللي قادم باذن الله. صباح الهنا. صباح الفل عليكي. قولي اشواط ده اللي جاي مش قليل، وعلى الصعيدين المحلي والقاري. لسه هيبدا الموضوع ده، لسه بدري. صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، ونهاركم سعيد باذن الرحمن، واتمنى حضراتكم تسعدوا معانا بمتابعتكم لينا في حلقتنا النهارده، حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. اكيد عندنا كلام كتير هنتكلم مع حضراتكم عليه النهارده، وكالعادة الساعة الثانية بيكون دايما معنا فيها فقرتين حواريتين. الفقرة الأولى هتكون عن رياضة الإيكيدو، وهي من رياضات الدفاع عن النفس، ويمكن مش كلنا عارفين عنها ولا عارفين تفاصيلها. فرصة بقى نتعرف أكتر على هذه الرياضة من خلال الفقرة الحوارية الأولى. أما الفقرة الثانية فهينورنا فيها الناقد الرياضي الأستاذ أحمد غنيم، ودي بقى اللي أكيد هنتكلم فيها عن كل ما هو متعلق بالنادي الأهلي ولا سيما ماتش النهاردة إن شاء الله. هي الميزة في فكرة ان انت كل شوية بتسمع عن رياضات جديدة، دي حاجة كويسة على فكرة، ان في رياضات فعلا ما كانتش، وان كانت حتى في العالم منتشرة، هي عندنا في مصر ما كانتش معروفة، لكن مؤخرا احنا فعلا اعتقد بقينا بنشارك في كل انواع الرياضات، ومش بس على صعيد الرجال زي ما كان متعارف عليه مثلا من 30 سنة، لا دلوقتي تلاقي مشاركة نسائية كمان اكبر بكتير، وكمان عدد البطولات والميداليات اللي بيتم حصدها مقارنة بالرجال النساء اعلى بكتير جدا. ده مش كلامي على فكرة عشان ما حدش يقول اني منحازة، ده بلغه الارقام. ففي تالق كبير جدا تحديدا في ملف الرياضه النسائيه، فكل التوفيق ان شاء الله. على كل حال خلونا نبدا ونتكلم عن ماتش النهارده، لان انت عندك النهارده ماتش مهم جدا، ونخش بقى في مباراه الدوري طبعا امام سموحه. وزي ما احنا كنا بنقول لحضراتكم في دوافع للفريقين ودوافع مختلفة جدا. سموحة أكيد عايز يحقق يعني الفوز عشان يعادل أو يقدر يعدل النتيجة بتاعته بعد ما لعب دلوقتي تحديدا، لعب في 6 ماتشات، كسب في 2 وتعادل في 2 وخسر 2. طيب تعالوا نروح للنادي الأهلي. النادي الأهلي ما خسرش في المسابقة، لعب 5 ماتشات وليه ماتش لسه طبعا مؤجل، كسب في 4 ماتشات وتعادل في ماتش واحد طبعا. فالأهلي أنت بتتكلم، الأهلي دلوقتي في المركز الأول برصيد 13 نقطة، سموحة في المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط. فسموحة في العموم أكيد تحت قيادة كابتن أحمد سامي، وكلمنا عن كابتن أحمد سامي قبل كده وقلنا أكيد هيبقى ليه لعبة مختلفة، هيبقى عنده دوافع مختلفة، بس متوقع إلى حد كبير إن سموحة النهاردة هيلعب بطريقة دفاعية، هيقفل الخطوط بتاعته أمام النادي الأهلي، لأن أكيد هدفه برضه يعني لو ما كسبش إن هو ما يخسرش يا كريم. فالتعادل بالنسبة له هو مكسب. يعني بالظبط نقدر نقول التعادل بالنسبة له مكسب. تعالى بقى على الصعيد التاني نتكلم عن نفسنا شوية. لا كولر أعتقد إن هو هيهاجم من اللحظات الأولى وهيضيق المساحات على المنافس، زي ما احنا برضو متعودين دايما تغييراته خلال اللقاء بتصنع فارق كبير جدا، رغم ان البعض بيجي يقول لك هو ليه تحديدا بيغير في الدقائق اللي هي بعد ال70 او الدقيقة ال70. كل واحد ليه ستايله، كل واحد ليه اسلوبه. اعتقد ان التغييرات اللي احنا كنا دلوقتي او دلوقتي هي مش عجبانا، كنا كريم من فتره بنتغزل فيها، يعني لو انت فاكر جت فتره تعديلات وتغييرات كولر ما اروعها، كنا بنتكلم باللهجه دي بنشيد بالروتيشن اللي هو بيتميز بيه بالظبط، يقول لك ده بيريح وبيعمل لك اكتر من سكواد، وبقى عندنا سكواد واتنين كاملين، فما نحسش باي اصابات واي تغييرات. جه بقى ماتش 2 مثلا مش كويسين، الناس ابتدت تغير اللهجه بتاعتها، هو كولر بيغير ليه؟ احنا عايزين سكواد كامل، احنا عايزين ما يبقاش فيه تغييرات، احنا عايزين يبقى فيه استقرار. بص دايما هتلاقي انتقادات، دايما هتلاقي ناس مش راضيه. انا بقول خلينا دايما نبقى منطقيين شويه في انتقاداتنا أو آرائنا بصراحة، يعني لأن في الأول وفي الآخر الراجل ده أعتقد ما أخذلناش أبدا. أنت خارج من موسم ب5 بطولات، ويعني راجل جاي أنت ما حسيتش أن هو غريب، تأقلم بشكل كبير جدا مع الجماهير، اللعيبة على إيده أكتر من لاعب، تحسن أدائهم بشكل كبير، طور الكرة، اللياقة البدنية اختلفت، فكل المكاسب دي. وفي الآخر لما يجي ماتش أو 2 مثلا مش على قد المستوى، خليني أقول أو مش زي التوقعات بتاعتي، أقول أصل وأبتدي أنتقد 1 2 3، يعني بص حاجة شوية بصراحة يعني غريبة. على ذكر التغيير اللي بتصنع الفارق، ودي حقيقه في ناس كتير بيقولوا طب لما التغييرات دي بتصنع الفارق للدرجه دي، طب ليه ما يبداش المباريات بيها؟ الاجابه
قد تكون بسيطة وإن كانت مركبة في تفاصيلها. يعني عنده في دماغه الراجل ده مليون تفصيلة كمدرب، يعني عنده فعلا مليون تفصيلة، منها مثلا الجانب البدني للعيبة، وأن يكون عنده على دكة البدلاء يعني حلول مختلفة في حال ما إذا لو كان الماتش مقفل معاه بشكل أو بآخر، بجانب أنه أكيد بيعمل عملية روتيشن بين اللعيبة دون التأثير على نتيجة أو على نتائج المباريات. فالدفع بلاعب اساسي ووجود لاعب اخر احتياطي ده مدروس ومعمول حسابه، خصوصا ان احنا الشهر ده يعني من اليومين دول او من يومين ثلاثه فاتوا لغايه اخر السنه يعني عندنا تقريبا كل ثلاث ايام في ماتش. فاحنا السبت لعبنا دوري ابطال، والنهارده عندنا اهو في الدوري المحلي ماتشنا مع سموحه، وهنسافر يوم الخميس الجاي ان شاء الله تنزانيا عشان يوم السبت عندنا مواجهه مع يانج افريكانز. كل التفاصيل دي في دماغ المدرب اكيد، فهو عايز يلعب ال90 دقيقه بنفس القوه البدنيه والفنيه وما يخسرش اي لاعب بسبب اصابه او اجهاد في الماتشات اللي جايه، ودي طبعا حاجه كلنا يعني بنتمناها ان ما يكونش عندنا اي اصابات الفتره اللي جايه ان شاء الله. كريم، هو ده الفكر اعتقد السليم. لما كنا خليني ارجع تاني لفتره موسيماني، موسيماني كانت المشكله اللي احنا بنواجهها ايه؟ موسيماني جه طبعا حصلت طفره كبيره جدا وكسبت والثلاثيه وغيره، كان فعلا مدير فني لن ينسى ومدير فني قدم كتير جدا للنادي الاهلي. بس لما تيجي تفتكر كده الايام دي كان في مشكله بنواجهها، لان موسيماني كان عنده سكواد ثابت، مفيش سكواد تاني، مفيش بديل لفلان، فدي كانت ازمه. لان انت داخل ماتشات كان وقتها كتيره جدا، دلوقتي طبعا زادوا ضغوطات عظيمه جدا، فانت كان اللعيبه بتاعتك بطبيعه الحال احنا بشر فبيتعبوا، منهم بيصاب، منهم بيحصل غيابات عامه، فما كانش عندك حد بيعوض المكان بتاع اللاعب الاساسي، هي دي كانت الازمه. طيب ده كان المشكله بتاعتنا في وقت موسيماني، تعالى وقت كولر اعتقد احنا لا نشعر بهذا الامر تماما، فلان مش موجود عادي، كذا مش موجود عادي، لا نشعر ان في لاعب مش موجود، فهي دي على فكره ده ذكاء بشكل كبير جدا من كولر. فدلوقتي لما نيجي نتكلم يبقى في يعني اصل في هجوم بشكل، انا مش هقول بشكل مبالغ فيه، بس كان في هجوم الفتره اللي فاتت انا ما حبيتهوش. انا مش بدافع عن كولر بس انا بتكلم بمنطق، يعني انت ليه دلوقتي طالع بتتكلم على هو ليه بيعمل التغييرات دي، هو ليه مش بيثبت التشكيل؟ معقوله في حاجه اسمها كده؟ ده هو ده كانت نقطه قوه كولر اصلا، ده انت شفت التالق وشفت التطوير والتطور في اللعب مع اللعيبه والمهارات علشان اللي بيحصل ده ما بقاش اللاعب نازل منهك. لا طبعا يبقى في سكواد واثنين بنفس التشكيل، وفعلا اعتقد كولر طبق مقوله الاهلي بمن حضر، اسامي الشعارات وخلاص. انت فعلا دلوقتي لا تشعر ان في غياب للاعب، ومش عايز اقول اسامي يعني مش موجوده بقالها فتره وما بتشاركش بشكل اساسي لاصابات طبعا، بس في كتير عندنا لعيبه يا كريم اساسيه واساسيه جدا ما شاركتش في اخر ثلاث اربع ماتشات وما حسيناش بعدم وجودها، بالعكس. فيعني نقطة طبعا مهمة، بس على كل حال الملف ده هنقفله دلوقتي، هنرجع ليه مرة تانية بإذن الله في الفقرة الحوارية. خلينا ننتقل بقى لملف آخر عندنا برضو كلام مهم فيه، والنهاردة عندنا مواجهة برضو مهمة في كرة بقى اليد، وهي قمة الدوري بين الأهلي والزمالك اللي هتكون على الصالة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة طبعا في الجولة الـ15. وكلمنا وبقالنا فترة بنتكلم عن هذه البطولة بختام هنا الدور الأول للموسم الحالي. خليني برضو أقول لحضراتكم احنا عندنا مواجهة مرتقبة مع الزمالك في السوبر المصري، هتكون مفروض يوم 9 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات. فيعني عندك دايما المواجهات بين الأهلي والزمالك في اليد بتكون فيها ندية زي ما احنا عارفين، وفيها تقارب كبير جدا في النتائج لآخر كمان لحظات، فبإذن الله نقدر ان احنا نختم الدور الأول بفوز ونحافظ كمان على صدارة الجدول. احنا متصدرين دلوقتي الجدول أو جدول المسابقة يعني برصيد 42 نقطة، الزمالك في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، فلقاء أعتقد هيبقى قوي، وبإذن الله نقدر نحافظ على يعني مش هقول نحقق الفوز، لا نحافظ على هذا الفوز إن شاء الله. وامبارح كمان كان في اجتماع مجلس إدارة برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب، ناقشوا من خلاله الكثير من الملفات المهمة جدا اللي بتخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة إن شاء الله. استعرض المجلس المقترحات المقدمة من كل أعضاء الجمعية العمومية اللي كانت الحقيقة محل تقدير كبير من كافة الحضور، لأن هي بتسهم بشكل كبير في تطوير مجالات العمل داخل النادي. كلف المجلس الإدارات المختلفة بدراسة العديد من هذه المقترحات، وحصلت شوية تفاصيل تعالوا ناخد فكرة مبدئية كده عنها من خلال التقرير ده، تابعوا معنا. كل التحية مشاهدينا الكرام وجمهور النادي الأهلي في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الأهلي، نستعرض في الدقائق القليلة القادمة جملة القرارات أو مجموعة منها والتي صدرت عن مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد اليوم
27 نوفمبر بمعقل النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. الحقيقة أنه المجلس وفي هذا الاجتماع المهم بحث العديد من الأمور التي تهم وتخص كل قطاعات النادي وأيضا الجمعية العمومية. وفي بداية الجلسة استعرض المجلس جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التي عقدت بتاريخ 17 و18 نوفمبر الجاري، وذلك بناء على الخطاب الوارد من اللجنة الأولمبية إلى النادي بتاريخ 21 نوفمبر، والذي يعتمد فيه تفويض مجلس الإدارة في سلطات الجمعية العمومية، حيث اعتمد المجلس بالفعل الميزانية الخاصة بالنادي عن العام المالي 2022-2023 والتي اقتربت من 4 مليار جنيه، وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي إرسالها إلى الجهة الإدارية لإرسالها بالتالي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لنصوص لائحة النظام الأساسي. أيضا استعرض المجلس المقترحات المقدمة من السادة أعضاء الجمعية العمومية والتي كانت محل تقدير من أعضاء مجلس الإدارة لما تضمنته من مقترحات إيجابية وبناءة تسهم في تطوير العمل ومنظومة العمل داخل النادي. كما كلف المجلس الإدارات المختلفة بدراسة العديد من هذه المقترحات، علما بأن هناك بعض المقترحات قد تم البدء فعلا في تنفيذها من قبل مجلس الإدارة. أيضا اعتمد المجلس، وده قرار مهم، الزيادة المقررة لقيمة العضوية الشاملة لمقر النادي بالجزيرة وأفرعه المختلفة لترتفع من 750,000 جنيه إلى 1,000,000 جنيه الحقيقة اعتبارا من 1/3/24. وهذه الزيادة الحقيقة هيبدأ العمل بها زي ما قلت لحضراتكم من 1/3/2024. حضراتكم عارفين المؤهل العالي كان 750,000 جنيه ليصبح عضو جمعية عمومية ويحق له دخول كل فروع النادي الأهلي، الآن أصبحت 1,000,000 جنيه على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من 1/3/2024. يعني لسه عندنا فرصة أكثر من 4 أشهر للراغبين في الانضمام إلى عائلة النادي الأهلي بناء على الأرقام أو المبالغ القديمة. أيضا اجتمع المجلس واعتمد المقترح المبدئي لإنشاء فرع النادي الأهلي بمدينة العلمين الجديدة ليضاف إلى سلسلة الفروع التي يشار إليها بالبنان. الحقيقة مدينة العلمين واحدة من أهم المدن على ساحل البحر المتوسط، مدينة زكية يشار لها بالبنان، وبالتالي وجود النادي الأهلي في هذا المكان كان مطلب لكثير من محبيه وعشاقه، وإن شاء الله يكون في فرع للنادي الأهلي في مدينة العلمين الجديدة قريبا جدا. أخيرا اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي منح شركة الأهلي للمنشآت الرياضية كافة الحقوق المتعلقة بالاستاد المقرر إنشاؤه على مساحة 55 فدان بفرع النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد، والذي يشمل استادا رياضيا ومتحفا وصالة للألعاب ومدرسة وجامعة رياضية وفندقا إلى آخره، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال هذا الأمر. ده حلم الحياة لجمهور النادي الأهلي منذ مدة، والآن يتحقق أو بدأت أول الخطوات الفعلية لتحقيقه إن شاء الله على يعني أيدي مجلس الإدارة الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. دي كانت مجموعة من أهم القرارات التي برزت اليوم أو رشحت اليوم من اجتماع المجلس المنعقد بالنادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. دائما الشكر لحضراتكم، والنادي الأهلي في المقدمة ومصر الكبيرة دائما في معية الله وفي حفظه. شكرا لحضراتكم. طبعا عايزين نوجه التحية أكيد لزميلنا شريف المتحدث الإعلامي بالنادي الأهلي، وقرارات يعني الواحد هو بيسمعها تحس إن طب وإيه بقى؟ إيه بجد؟ يعني عايزة أعرف والله، مش عاوزة أقارن نفسي بغيري، بس بجد كل اللي إحنا سمعناه ده دلوقتي وده جزء صغير، يعني شريف كان بيتكلم على إن ده جزء من القرارات وكله لصالح أعضاء النادي الأهلي. أعتقد أمر محترم جدا، وخدمات بتقدم على أعلى مستوى، ودايما في صيانة ودايما في متابعة ودايما في استماع الاقتراحات المختلفة من كل الأعمار اللي بيتم توجيهها لمجلس الإدارة وللنادي. فيعني بجد أنا سعيدة، أنا يمكن مش عضوة في النادي الأهلي لكن أنا أهلوية، ففي الأول وفي الآخر يعني الواحد بيسعد بكل هذه القرارات، وكده كده بنروح النادي يعني كأننا أعضاء يعني. نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي لخبر حلو بالنسبة للاعبتنا المحترفات. رشح كأس الاتحاد الإنجليزي، هنا بنتكلم للسيدات، بنتكلم على الكرة النسائية طبعا، سارة عصام لاعبة منتخب مصر.
مصر والمحترفة في صفوف نادي الإنجليزي لجائزة أفضل لاعبة في الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، لأن هي نجحت مع فريقها في تسجيل هدف بالجولة الأولى. اتكلمنا عن سارة على فكرة كريم أكتر من مرة، وكانت هاتريك كمان في الجولة الثانية. طيب من ناحية ثانية، سارة عصام كمان مع المنتخب حاليا هي موجودة لمواجهة السنغال ذهابا وإيابا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. الذهاب هيكون يوم 30 نوفمبر والإياب هيكون يوم 5 ديسمبر المقبل. يعني فعلا نقدر نقول إن سارة هي شبهوها يا كريم بمحمد صلاح الكرة النسائية، أنا بكلم حضراتكم بجد على السوشيال ميديا تحديدا، وهي ماشية بخطوات رائعة جدا وثابتة جدا من وقت لما احترفت، كان وقتها 2017 في فريق كان ستوك سيتي الإنجليزي، وهي عندها حاليا 24 سنة، يعني لسه عندها وقت طويل تقدر إن هي تحقق مزيد من التألق والإنجازات طبعا في كرة القدم النسائية. حلو قوي الكلام ده على فكرة، فكرة إن جداً. عندنا يعني لاعبات بالكيفية دي حاجة محترمة جدا. وبمناسبة بقى الكلام عن منتخب السيدات والتفوق النسائي الملحوظ، وتأكيدا للكلام اللي أنت كنت بتقوليه من شوية، فكرة إن فعلا في تألق نسائي على صعيد الرياضة، عايزين برضو نعرف حضراتكم على شوية تفاصيل تخص بقى محكماتنا المتألقات. عايزين نعرفكم إن استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تعيين طاقم تحكيم مصري نسائي لإدارة مباراة منتخبي كينيا ضد بوتسوانا في إياب تصفيات أمم إفريقيا 2024 للسيدات، والمقرر لها يوم 29 من نوفمبر. أسندت اللجنة إدارة المباراة للمحكمة المصرية شهندة المغربي على أن يعاونها حكم راية أول يارا عاطف، وحكم راية تاني مي حسن، والحكم الرابع نورة سمير حامد. لو هنتكلم عن شاهندة تحديدا، فهي الحقيقة يعني شاركت في إدارة مجموعة كبيرة من مباريات الرجال، وعندها تاريخ حافل ومميز مع كرة القدم، وهي نفسها مارست اللعبة كلاعبة وانتقلت إلى عالم التحكيم مع بدايات موسم بعدها بسنة واحدة فقط تم الاعتراف بها رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم تحديدا في موسم 2016-2017، فبرضو أكيد حاجة مشرفة جدا. بص، لما تيجي تغير ثقافة حتى ولو كان المجتمع مش جاهز، الواقع هو اللي بيفرض الثقافة دي عليك. يعني يمكن من 10 سنين أو 15 سنة كان في عدم قبول لمشاركة المرأة في مجالات معينة، وكمان لو هتكلم تحديدا على بعض المجالات الرياضية. دلوقتي أصبح الموضوع ما فيهوش أصلا نقاش في هذه المواضيع تماما، يعني حتى لما تيجي دلوقتي تتكلم بالطريقه دي بقى الموضوع قاض، مش العكس اللي كان من 15 سنه او 10 سنين. وده اللي السيده او النساء والبنات هم فرضوا نفسهم وفرضوا نجاحهم على الساحه في العموم، فابتدت الافكار تتغير والثقافه تتغير، وده نجاح كبير جدا للمراه. انا هتكلم عني المراه المصريه تحديدا، يعني فبالتوفيق ليهم، وبنسعد باي بجد كادر سواء رجال او على مستوى الرجال او السيدات بينجح فعلا في مجالات مختلفه على المستوى الدولي. في اطار كمان هنا استعدادات مصر لاستضافه بقى العديد من البطولات زي ما احنا متابعين في الفتره الاخيره، وبنتكلم في مختلف كمان المحافظات. امبارح تحديدا زار وفد من الاتحاد الافريقي لرفع الاثقال بمدينه الاسماعيليه، زاروا مدينه الاسماعيليه يعني عشان دي المدينه اللي هتستضيف بطوله افريقيا للكبار المؤهله بقى لاولمبياد باريس، والمقرره ليها هتكون يوم او تحديدا في فبراير المقبل. حاجه كانت محترمه جدا، زياره كانت رائعه فعلا، والوفد وفد الاتحاد الافريقي كان طلب وقتها إلقاء نظرة على مكان الاستضافة للبطولة الإفريقية، وده أمر طبيعي جدا طبعا في ظل الاستعدادات والتجهيز لها وأماكن كمان الإقامة والإعاشة والمنافسات. وأكد كمان، وده اللي أسعدنا، رئيس الاتحاد الإفريقي يعني على عشقه لمصر وثقته الكبيرة في أي تنظيم مصري، في ظل طبعا الطفرة الإنشائية الكبيرة اللي بنعيشها واللي بنشهدها جميعا فعلا. فكل التوفيق ليهم. أنا كنت سعيدة جدا طبعا، أو أنا يعني الخبر ده وإحنا بنجهزه طبعا قبل الحلقة خبر جيد، وأنا وإنت كنا بنتناقش فيه طبعا. يعني لا، الواحد بيسعد، لأن إنت كمان تتكلم على مش بس داخل القاهرة يا كريم، في المحافظات المختلفة إنت عندك استعدادات لي يعني إقامة بجد محافل دولية كبيرة تقدر تقول، وبطولات عالمية بشكل كبير جدا. فيعني كل التوفيق للي جاي. حلو ده، وخصوصا إن إحنا للأمانة بقالنا فترة مش قليلة بنتكلم على حسن استضافة وتنظيم مصر لأكبر ويعني وأهم وأشهر البطولات الرياضية على المستوى العالم وعلى مستوى كل الرياضات، فدي حاجة لطيفة جدا. تعالوا نتعرف على المزيد من التفاصيل، الخبر اللي كانت بتقول لنا عليه نهاوند، وإحنا معانا على التليفون الكابتن محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال. يا كابتن صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك معانا.
طبعا كده يا استاذ كريم، اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك. طبعا حضرتك صاحبت وفد الاتحاد الافريقي في الاسماعيليه وكنت موجود معاهم في كل لحظات هذه الزياره، فيا ريت تعرفنا كده ولو جانب بسيط من كواليس هذه الزياره ورد فعل الوفد كان عامل ازاي. طبعا يعني طبعا كانت الزياره طبعا المهندس خالد مهلا رئيس الاتحاد الافريقي والمهندس منار الدين السلي امين عام للاتحاد الافريقي، والحقيقه هم طبعا مهتمين جدا بهذه البطوله لان بطوله افريقيا للكبار المؤهله لاولمبياد باريس حدث جلل يعني وحدث هام جدا. هم بيسعوا ان هو يظهر بالشكل المناسب للحدث ولاقامته طبعا في مصر وفي مدينه الاسماعيليه بالتحديد. عايز اقول ان الفريق اسامه ربيع الحقيقه تعاون معانا تعاون كبير جدا جدا لتسهيل اجراءات كتير داخل مدينه الاسماعيليه، منها طبعا استعمال الصاله الخاصه بنادي الهيئه. الاستاذ محمد لطفي طبعا رئيس نادي القناه نفس الكلام، المهندس هيثم الاستاد، كل الحقيقه الاطراف بتتعاون، والحقيقه الجماعه طبعا نزلوا وشافوا الاوضاع على الطبيعه، وطبعا برضو من حيث الاقامه الفنادق المتاحه في الاسماعيليه على مستوى يعني محترم جدا في اطار ان احنا بنختار فندق من اعلى هذه الفنادق، وان شاء الله باذن الله تكون البطوله على اكمل وجه باذن الله. وطبعا الدكتور اشرف صبحي الحقيقه بنتمنى بالرعايه الكامله وكل الدعم في هذه التحركات يعني من خلال الاتحاد الافريقي الاتحاد المصري الرفع الاثقالي. رائع جدا. ويمكن يعني الاستاذ خالد مهلهل زي ما حضرتك كنت بتتكلم كمان قال حاجه جميله ان هو اكد على عشقه اصلا يعني لمصر، وان هو جه برده شاف طفره كبيره جدا، وان هو كان سعيد ان هو يشوف التجهيزات اللي حاصله على ارض الواقع. بس خلينا نطمن من حضرتك برده يعني هل التجهيزات كامله بشكل كبير لاماكن كمان الاقامه والمنافسه، ولو في برامج كمان ترفيهيه هيشارك فيها الفود او هيتم يعني تقديمها للفود المشاركه كنوع من السياحه برضو خلينا نقول الرياضيه؟ اتفضل. انا طبعا انا باكد على فكره المهندس خالد الحقيقه ان هو فعلا يعني هو عاشق لمصر فعلا، وهو يعني بيحب دايما ان هو يبقى مصر دايما في المقدمه، وده شيء بيسعدنا وبيسعدنا دايما الحقيقه في كل شيء. هو ابدا يعني استحسان للاوضاع الموجوده في الاسماعيليه زي ما قلت قبل كده، وان شاء الله باذن الله هتكون الامور على اكمل وجه يعني ان شاء الله باذن الله. طب انا هو معانا الحقيقه هنا، لو ممكن يعني احب يبقى في مداخله منه دلوقتي. طب هو مع حضرتك دلوقتي، طب يا ريت نكلمه. طب اتفضل يا فندم، معاك المهندس خالد موالى رئيس الاتحاد الافريقي وعضو المركز التنفيذي للاتحاد الدولي. يا استاذ خالد صباح الهنا على حضرتك طبعا في البدايه. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح النور وتحيه ليك وتحيه لكل الساده المستمعين لفاضل، لكل ابناء واحبائي في مصر العظيمه مصر الحبيبه الغاليه. منورنا يا استاذ خالد، ودي طبعا بلدك اكيد احنا ما فيش كلام يعني، وسعيده وكلنا سعداء ان حضرتك يعني قلت انك بتعشق مصر، واحنا بنعشق كل الدول العربيه وكلهم اشقائنا. سعيده كمان ان حضرتك جيت وكنت راضي الى حد كبير عن التجهيزات والشكل اللي ظاهره فيه دلوقتي يعني الاسماعيليه. خلينا نعرف من حضرتك برضو تفاصيل اكتر، اتفضل يا فندم. شكرا جزيلا، والحقيقه يعني هي كانت زياره اكثر من رائعه وزياره مثمره. زي ما تفضل الاستاذ محمد عبد المقصود، نحن زرنا طبعا صرح كبير، يعني الحقيقه انا فوجئت بمستوى التجهيزات اللي موجوده في الاسماعيليه وفي الاستاد، يعني على اعلى مستوى يعني، ومنسوش حتى التفاصيل الدقيقه. فكل التقدير والمحبه يعني والشكر لسياده الفريق اسامه ربيع يعني على هذا الصرح، ان هو أنا اللي سمعته من الدكتور محمد والدكتور محمد لطفي والدكتور والمهندس هيثم، ان الفريق كان يتابع كل الاشياء حتى التفاصيل الدقيقه، فكان يعني انجاز الحقيقه. انا كوني عربي افتخر به يعني، ونتمنى ان يتم المحافظه عليه، لان هو الحقيقه صرح وانجاز ضخم، نتمنى ان يتم المحافظه عليه، لان الحقيقه هذا بالامكان ان يستضيف حتى احداث عالميه باذن الله في المستقبل القريب. فيما يتعلق بالواحد، احنا قمنا بزياره ايضا للصاله واطلعنا على المرافق والملاحق اللي خاصه بها. طبعا كانت هناك بعض الملاحظات يعني فيما يتعلق بالتجهيزات يعني، فكل شيء ان شاء الله هيكون على احسن ما يرام. ايضا قمنا بزياره تفقديه للفنادق الموجوده في مدينه الاسماعيليه،
ايضا هناك قناه حقيقه ممتازه على اعلى مستوى. يعني الحقيقه انا ايضا ما لفتني هو بشاشه ويعني وحسن الاستقبال في من اهل الاسماعيليه اللي نحييهم في هذا الصباح. يعني الكل يعني كان يعني على اعلى يعني درجات من الترحاب يعني كان الحقيقه لقاءات كانت رائعه في ونتمنى طبعا ان تكون التنظيم على مستوى عالي. طبعا بكل تاكيد زي ما قال زميلي الاستاذ محمد يعني دائما طبعا دكتور اشرف صبحي هو اخ فاضل واخ عزيز ومن شخصيات انا على المستوى الشخصي الحقيقه نعتز بها لرجل يعني يشتغل يعني دائما يوصل الليل بالنهار من اجل نجاح الرياضه المصريه على كافه المستويات. فحتى هو نصبح عليه في هذا الصباح ونحييه ونتمنى له كل التوفيق يعني. واحنا بدورنا يعني بنعتز برضو بوجود حضرتك معانا منور مصر، وان شاء الله يعني حضرتك تشهد تجربه جميله من خلال تنظيم مصر لفعاليات هذه البطوله. اهلا بيك في مصر وشكرا جزيلا لمشاركه حضرتك معانا. شكرا جزيلا. شكرا ليك استاذ خالد، مداخله جميله والواحد سعيد ان هو يسمع طبعا. يعني حاجه زي كده. شكرا ليك. وعلى ذكر السعاده وشكرا طبعا يعني كابتن محمد برضه. طبعا على ذكر السعاده لسه عندنا المزيد من الاخبار السعيده المبهجه. امبارح اختتم المنتخب المصري للكانوي والكاياك مشاركته في البطوله الافريقيه في نيجيريا بعد ما تاهلت اللاعبه سما فاروق الى اولمبياد باريس 2024، وبعد ما حصد المنتخب ككل 12 ميداليه منها ميداليه ذهبيه وسته فضه وخمسه برونز، وده طبعا بعد انتهاء البطوله الافريقيه المؤهله الى اولمبياد باريس 2024 والمقامه في مدينه ابوجا خلال الفتره من 23 الى 27 نوفمبر. وبالمناسبه البطوله دي شاركت فيها 12 دوله افريقيه طبعا من ضمنها مصر. وزي ما قلنا لحضراتكم قبل كده يعني نتوقع ان تكون البعثه المصريه في الاولمبياد المره اللي جايه ان شاء الله اكبر بكتير من حيث العدد، ونتمنى ان هي تكون اكتر بكتير من حيث كم الميداليات اللي ان شاء الله ابطالنا وبطلاتها هيحصلوها. قولوا يا رب ان شاء الله باذن الله. وخلينا دلوقتي نتابع مع حضراتكم زي ما احنا متعودين درجات الحراره والطقس ونرجع نكمل. وده من جديد لعشرة الصبح في الأهلي. تعالوا بقى نروح على النادي الأهلي فرع الجزيرة تحديدا، حيث تتواجد زميلتنا العزيزة مريم سميح اللي هتعرفنا على آخر الأخبار والمستجدات. صباح الفل يا مريم، اتفضلي. صباح الخير عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهاوند، بصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وجوله جديده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، هيكون معانا فيها كل الامور والمستجدات الخاصه بالفريق الاول لكره القدم وايضا الفرق الرياضيه الاخرى. والبدايه طبعا مع الفريق الاول لكره القدم اللي النهارده ان شاء الله عنده مواجهه قويه جدا في تمام الساعه 7 مساء ضمن الجوله السابعه من بطوله الدوري الممتاز. طبعا هتكون المباراه امام نادي سموحه، هتقام في تمام الساعه 7 مساء على استاد المقاولين العرب. ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. وخليني كده يعني اقول لكم بعض ملامح التمرين اللي اقيم سواء امس او اول امس، ده طبعا كان بعد مباراه مديامة الغاني اللي اقيمت يوم السبت الماضي. والحقيقه انه بدون راحه استأنف مستر مارسيل كولر المران سواء يوم الاحد او الاثنين، وكانت المران يعني الاحد كان طبعا اكيد لتخفيف الاعباء والاحمال البدنيه. اما بقى بالنسبه لمران الامس الحقيقه ان هو كان في بعض النقاط الخاصه بالتدريبات البدنيه ورفع الاحمال كمان لكل اللاعبين سواء اللي شاركوا بقى في مباراه مديامة الغاني او الذين لم يشاركوا. ولكن الحقيقه ان على عكس يوم الاحد كان طبعا مران قوي للذين لم يشاركوا في مباراه مديامة الغاني، وكان تخفيف للاحمال البدنيه لكل الذين شاركوا في هذه المباراه الهامه طبعا. وخلينا نتكلم عن ابرز الاصابات في الفريق سواء مودست او محمد الضوي كريستو. الحقيقه ان كان في مران الامس كان ليهم بعض التدريبات المنفرده على هامش المران، وكان برضو يعني ان هم جريوا حول الملعب خارج تدريبات الجمعيه، وكمان استأنفوا تدريباتهم داخل صاله الجيم، ده طبعا علشان هم يعني بيعانوا من اصابه. وخلينا اقول لكم ان الحقيقه كان في محاضره لمستر مارسيل كولر قبل بدايه المران اتكلم فيها عن كل نقاط الضعف والقوة لنادي سموحة طبعا، ويعني عن هذه المواجهة. وبعد انتهاء المران طبعا دخل النادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي في معسكر مغلق استعدادا لمباراة اليوم اللي هتقام في تمام الساعة 7 مساء. بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي في مهمتهم النهاردة في بطولة الدوري، لأن احنا زي ما احنا عارفين طبعا يا كريم ونهاوند هي البطولة المحببة لكل جماهير النادي الأهلي. خلينا بقى ننتقل لقطاع الناشئين، والحقيقة ان فريق 2010 فاز على فريق اسكو
نتيجة 3-1. كان المباراة كانت خارج ملعب النادي الأهلي، ولكن الحقيقة أن هم استطاعوا أن هم يقوموا بأداء كبير جدا، والحقيقة كانت مباراة قوية جدا على الرغم من هي كانت خارج ملعبهم. الحقيقة قدروا أن هم يحققوا الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف واحد فقط، وبكده بقى يعني رفع النادي الأهلي رصيده في بطولة منطقة القاهرة ل 30 نقطة من الفوز في 10 مباريات متتالية بالعلامة الكاملة. لم يخسر ولا مباراة خلال هذه يعني الفترة أو خلال الفترة الماضية في بطولة منطقة القاهرة. ننتقل بقى لكل الألعاب والرياضات الأخرى، والبداية مع كرة السلة رجال. حقيقة إن كرة السلة رجال بيواصلوا تدريباتهم طبعا استعدادا لمباراتي الذهاب والعودة أمام نادي سموحة في نهائي دوري المرتبط، بعد الانتهاء طبعا من نصف النهائي أو سيمي فاينل دوري المرتبط أمام نادي الاتحاد، واللي شفنا أكيد أداء كبير جدا، وكانت مباراة فيها يعني ندية كبيرة جدا، ولجأوا للإكسترا تايم. والحقيقة إن النادي الأهلي استطاع في النهاية إن هو يعني يحصل على هذه المباراة أو يفوز بهذه المباراة، وبيستعدوا بقى إن شاء الله خلال هذه الفترة للمباراتين أمام نادي سموحة في نهائي دوري المرتبط سواء يوم 6 أو 8 من ديسمبر المقبل. والمباراتين الحقيقة هيقاموا على صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. نتمنى كل التوفيق لطبعا رجال سلة الأهلي سواء فريق المرتبط أو الفريق الأول لكرة السلة. أيضا بقى سيدات سلة الأهلي الحقيقة إن هم بعد الفوز بكأس السوبر المصري طبعا شفنا اكيد برضو مباراه قويه لملكات السله. الحقيقه ان هم بيستعدوا هذه الفتره بعد الحصول على راحه لمده اسبوع، هيستأنفوا تدريباتهم او بدايه التدريبات هتكون النهارده الثلاثاء، ده طبعا استعدادا بقى للبطولات اللي جايه سواء كاس مصر او ايضا دوري السوبر. خلينا بقى نروح او يعني نستأنف اخبارنا كمان عن يعني انسات سله الاهلي، وتحديدا تحت 20 سنه او انسات السله 20 سنه قدروا ان هم يحققوا الفوز على فريق المعادي بنتيجه 64-52، ده كان ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. ايضا ننتقل بقى من كره السله ونروح للطايره. هي ان كره الطايره سيدات الحقيقه ان هم قدروا يفوزوا على نادي الصيد في المباراه اللي اقيمت امس، طبعا كانت مباراة قوية أيضا، ده ضمن منافسات بطولة الدوري. قدروا أن هم يحسموا الثلاث أشواط لصالحهم سواء يعني الشوط الأول اللي انتهى بنتيجة 25-20 أو الشوط الثاني 25-18 والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-11. والحقيقة أن يعني سيدات طائرة الأهلي بيأدوا أداء كبير جدا خلال الفترة الماضية، ومنتظرين منهم المزيد علشان يحسموا بقى إن شاء الله بطولة الدوري لصالحهم. أما بقى بالنسبة لطائرة الأهلي رجال طبعا عندهم مباراة قوية جدا النهاردة أمام نادي الشمس، ده برضو في ضمن منافسات بطولة الدوري، هتقام النهاردة هذه المباراة في تمام الساعة 6 مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة. يعني منذ بدء بطولة الدوري لكرة الطايرة الرجال حقيقة أن هم ماشيين بخطة ثابتة وفازوا في كل المباريات اللي خدوها من يعني سواء من 10 أيام أول ما بدأوا أول مباراة ليهم أمام المقاولين. حقيقة أن هم ماشيين بخطة ثابتة جدا في مباراة الدوري، ونتمنى ليهم ان هم يكملوا بهذا الاداء علشان برضو يحسموا هذه البطولة لصالحهم. نروح بقى لكرة اليد، والحقيقة ان كرة اليد رجال او رجال اليد النهاردة عندهم مباراة قوية جدا وديربي طبعا امام نادي الزمالك، ده ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين. النهاردة المباراة هتكون على صالة العاصمة الادارية الجديدة، هتقام في تمام الساعة 8 مساء. والحقيقة خلينا اقول لكم ان مستر ديفيد ديفيس المدير الفني للفريق كان حرص على اداء مران الامس، الاداء كان او المران كان قوي جدا وفي تدريبات بدنيه قويه جدا استعدادا لهذه المباراه الكبيره والهامه. والحقيقه خلينا اقول لكم كمان ان هو النهارده صباح اليوم قرر ان هو يعني يكون في محاضره لكل اللاعبين وكل صفوف الفريق علشان يعني يبرز ابرز قوات او ابرز نقاط القوه والضعف في نادي الزمالك، لان زي ما احنا عارفين اكيد مباراه النادي الاهلي والزمالك في كره اليد بتكون مباراة قوية جدا تحديدا في المباريات الهامة دي في دوري المحترفين. فأكيد هيكون النادي الأهلي النهاردة يعني على قلب رجل واحد علشان يعني يفوزوا في هذه المباراة إن شاء الله. خليني بقى أقول لكم إن كمان يمكن بعد هذه المباراة اتحاد اليد حدد يوم 1 ديسمبر المقبل علشان يكون مواجهة النادي الأهلي أو رجال يد الأهلي أمام فريق البنك الأهلي، ده ضمن منافسات دور ال 16 من كأس مصر، وهتقام هذه المباراة طبعا على
اصاله القوات المسلحه بسموحه. اخيرا بقى يمكن سيدات نادي الاهلي يمكن في توقف دولي وهيعودوا مره اخرى يوم 22 من ديسمبر المقبل ل يعني استئناف بقى كل المباريات المحليه وتحديدا مباريات الدوري. دي طبعا كانت كل اخبارنا النهارده سواء الاخبار المتعلقه بالفريق الاول لكره القدم او ايضا كل الفرق الرياضيه الاخرى. بشكركم جدا، كلمه ليكم مره اخرى. لا احنا اللي بنشكرك جدا يا مريم على هذه التغطيه المتميزه كالمعتاد، شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك يا مريم. تعال بقى نروح لحاجه يعني بسيطه نقدر احنا كمان نعملها، هنتعرف من الفيديوجراف ده عن اغنى خمس مالكي انديه لكره القدم في العالم. من بقك حاجه بسيطه، والله حاجه بسيطه لو قررنا بس نعملها. نتابع ونرجع نكمل. يا صباح الخير على كل جماهير واعضاء النادي الاهلي في كل مكان. النهارده من داخل الجيم النادي الاهلي بالجزيره هنتكلم عن تمرين السكوات. السكوات تمرين بيصنف من ضمن تمارين القوه، تمرين قوي جدا ومهم جدا لعضلات الرجلين. هو اول حاجه بيشغل معايا عضلات الكوادرسيبس او الاماميات، وبيشغل معايا الجلوتس اللي هي عضلات المؤخره، مهم جدا لازم اي حد يعمله. النهارده هنتكلم عن تمرين السكوات وازاي ابدا اعمله لو حد بيجينر ما عندوش فكره ازاي يبدا يعمله، وهنتكلم عن الاخطاء الشائعه اللي دايما بنشوفها في الجيم والناس هي بتمارس تمرين سكوات عشان نحاول نحد من الاصابات. تمرين سكوات هنبدا اول حاجه هنعمله العادي الاول، وبعدين هنتكلم عن ازاي ابدا اعمله. اول حاجه انا ببدا بيبقى رجلي بتسع كتفي او اوسع حاجه بسيطه، ببدا انزل بالهيب مش بالركبه الاول، هبدا انزل بالهيب لورا وصدري لفوق وظهري مفرود كده. واحد اتنين، واهم حاجه اظبط النفس بتاعي. ثلاثه اربعه خمسه. طيب ببدا اعمل تمرين سكوات ازاي؟ اول حاجه ببدا افتح رجلي زي ما قلنا بتسع كتفي، وببقى تاني ركبتي تانية بسيطة خالص عشان بس ما اعملش لوك للمفصل، وببدأ الحركة من مفصل الهيب او الوسط مش من الركبة. ببدأ انزل واحدة واحدة ازق نفسي لورا ومش هقع، يعني اعمل بالانس بايدي بحيث ان انا ابقى ثابت على الارض، وابدأ انزل وارفع صدري لفوق وظهري بحاول اثبت، وبعد كده اقوم ادي كده عدى. فكرة ان مشط رجلي يعدي او ما يعديش، هو الصح ان هو ما يعديش، ولكن هنا في ملحوظة. في ناس عظمة الفيمر عنده او الفخذ بتبقى طويلة، وده نظرا للفروق الفردية بين كل واحد وتركيبه الجسماني. في ناس بتبقى طويلة شوية فهو ممكن مشط رجله يعدي، فده ما فيش ركبته تعدي مشط رجله، ولكن ده ما فيش فيه مشكلة، ولكن هو الصح انها ما تعديش لان ده بيبقى سيفتي اكتر وبيشغل عضلات الكوادرسيبس اكتر. في حاجة كمان، ان انا لما ببدا انزل كده اهو وصدري لفوق ده بيحد من الحمل على اللور باك، فانا ببدا الحمل كله بيبقى على ركبتي، ببدا انزل لحد ال 90 وازق كده عد كده تمرين السكوات. طيب ايه هي الاخطاء الشائعه عندي في تمرين السكوات؟ تمرين السكوات هنبدا اول حاجه بان لما حد يكون واقف كده اهو هو بينزل كده بظهره، طبعا ده غلط لان بيحمل على اللور باك زي ما قلنا. واحد تاني بينزل كده، بينزل بركبته لقدام، وده طبعا لا قدر الله يعمل اصابه على طول لو هو بيعمل التمرين ده كتير، وخصوصا لو عنده زياده وزن. الحاجه الثالثه ان انا رجلي ما تبقاش ثابته على الارض، ان انا ابقى بنزل ورجلي بتطلع لفوق، مفيش ثبات ولا استابيليتي ثبات على الارض لقدم الرجل اللي انا ثابت عليه اصلا، او بنزل
ومش طريق والكعب رجلي بيطلع لفوق، مفيش اي استابيليتي او توازن على الارض. فانا ببدا اول حاجه اقف، اشرح التمرين كمان مره، ببدا انزل بالهيب لورا، بوستي هلاقي ركبتي مش معديه مشط رجلي وصدري لفوق وعامل استابيليتي وبالانس على الارض، وببدا ازق من كعب رجلي لحد ما بطلع، وكده عملنا تمرين السكوات. كده عرفنا تمرين السكوات بيشغل معايا عضلات الكوادرسيبس او الاماميات والجلوتس اللي هي عضلات المؤخره، وبيقوي معايا الكور، وبيساعدني على الاستابيليتي والثبات في الارض. وده بيصنف تمرين مهم جدا من تمارين القوه زي ما قلنا. وبكده نكون خلصت فقرتنا. كان معاكم الكابتن مصطفى النوبي من جيم النادي الاهلي. صباح الفل كل حضراتكم من جديد. دي بقى الفقره اللي زي ما قلنا لكم في مقدمه حلقتنا النهارده، هنتكلم من خلالها وهنتعرف من خلالها اكتر على رياضه الايكيدو، والى اي درجه هي ممكن تساعد في بناء شخصيه اللاعب، وكمان ليها اكتر من مسمى، يعني بيسموها رياضه التفكير الايجابي، وبيتقال عليها فن الاسره. كلام كتير هنحكي عنه مع ضيفنا اللي منورنا كابتن احمد سليمان مدرب الايكيدو. يا صباح الخير. صباح الخير. اهلا يا كريم. اهلا بحضرتك. اهلا يا كابتن. اهلا بحضرتك واهلا بجمهور الاهلي الجميل. سعداء بيك طبعا، ورياضه حابين نتعرف عليها اكتر طبعا، بس كمان حابين نتعرف على حضرتك اكتر. يعني دلوقتي بتدرب بس كنت بتلعب اللعبه دي كمان؟ صحيح. هو انا دكتور احمد سليمان، دكتوراه في العلوم الفيزيائيه التطبيقيه، مدرب معتمد من الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو، مدرب معتمد من اللجنه الاولمبيه، مدرب معتمد من نقابه المهن الرياضيه، وممثل مصر في اخر سيناريو عمل في اليابان في تاكاساكي، وحاليا مؤسس بقى اكاديميه القسوره الايكيدو اللي هي تعتبر الجهه الوحيده في مصر المفوضه لنشر الايكيدو واجراء اختباراته الاقامه في مصر الموجوده هنا. واثناء الممارسه حضرتك كلاعب ابتديت تمارس الرياضه من خلال اللعبه دي تحديدا، ولا كنت لعبت حاجات تانية وحولت بعد كده؟ انا لعبت في بدايه وانا صغير، لعبت جودو، لعبت كونغ فو، وقعدت في الكونغ فو لغايه مستوى متقدم جدا. بعدها حصل ان الكونغ فو لقيته بيحتاج معانا مجهود كبير جدا بدني، مجهود كبير جدا في الوقت اللي بيحتاجه. مع مرور الزمن الانسان طبيعي بيحصل له ان جسمه بيضعف، العضله بتضعف، العظم بيهن، النفس بيقل، فبالتالي هيجي عند مرحله معينه وهتوقف الممارسه. صغير يعني. بس بفكر للمستقبل. أوكي. ان انا محتاج بقى رياضه تستمر معايا لغايه ال 60 وال 70 سنه. فهو الايكيدو لما جه مؤسسه يفكر في الايكيدو، فكر في لعبه لا تعتمد على الثلاث حاجات ديت، لا قوه عضلتي ولا صلابه عظمي ولا طول نفسي، فيستمر معايا على طول، بيشتغل على النقاط ضعف الخصم الموجوده فيه. هو ده اللي هيخلي الايكيدو استمراريه على الفتره الطويله. ممكن لغايه 70 سنه. طبعا لغايه 70 سنه، لان كان الفكره كلها الاصليه ان كان دايما لما بيجي عائلات الساموراي كان بيجي بعض عصابات النينجا كان بتروح تقضي على عائله الساموراي ديت، فهو عنده في يا اما رئيس القبيله يا اما الشباب اللي موجودين فيها. فهو لما يجي يفكر ان الاسهل ليه يقضي على رئيس القبيله ولا الشباب الموجودين فيها؟ فكان يبص الشباب هيقدر يضرب معاه وياخد ويدي، لكن رئيس القبيله سهل جدا اللي جسمه ضعيف باي تكنيك هيقدر يموته. لما اتعلم بقى تقنيات تخليه هو بقى رئيس القبيله ده يقدر يدافع عن نفسه، فكان الايكيدو هو الاساس اللي اتبنى عليه الدفاع عن النفس باقل مجهود موجود خالص. وايه الفرق اللي بينه وبين بقيه الرياضات القتاليه او رياضات الدفاع عن النفس؟ الايكيدو عشان نفرق بينه لازم نعرف معنى كلمه ايكيدو. اتفضل. ايكيدو بيتكون من ثلاث مقاطع، اي كي دو. لما بيجوا يكتبوه اليابانيه طبعا زي ما حضرتك عارف طبعا، بس كريم متخصص في الكلام الجميل الياباني ده. بتتكتب كريم اداب ياباني. طبعا في الياباني ما اعرفش ابويا، خلي بالك. الله عليك. طبعا. الله عليك. طبعا. طبعا. فاحنا بس حضرتك ملم باللغه طبعا، على يعني نسبيا على قد ما يمشينا، لكن نفك على قدنا كده. لغه صعبه. طبعا. هي لغه صعبه هنا تجدر الاشاره يا حضراتكم. ادي العزيزه نهوان قبل ما نطلع لحضراتكم في الفقره دي على الهواء سربت معلومه ان كريم في الياباني على مزاجك، انت مش عارف جابت الكلام ده منين. انا ضايع يا استاذ، انا بتكلم عربي بالعصب. بالعافيه. لا العفو. لا فاللغة اليابانية عادة بتتكتب بثلاث طرق أو بثلاث لغات، حاجة اسمها الكانجي، وبعد كده عندنا الكاتاكانا والهيراجانا. الكانجي كاتاكانا؟ كاتاكانا وهيراجانا. وإيه؟ هيراجانا كاتاكانا. أنا سمعتها هجانا. لا لا هيراجانا مش هجانا، مش هنهجم على حد حاجة. هو أيكيدو وهجوم بقى وكده. أنا رأيي معلقش، أنا أسمع بس الفقرة دي. اتفضل. اهم حاجه عندنا بقى الكانجي دي شبيهه باللغه الهيروغليفيه، عباره عن رسومات وكل رسمه بيكون ليها معنى. فكلمه اي كيدو متكونه من ثلاث مقاطع، لو الكاميرا تقدر تقرب، احنا عندنا دي كلمه اي وادي كي وادي الدو.
كلمه اي لو شفناها تقريبا عامله زي التي بوت اللي هو عباره عن البراد الشاي والغطا بتاعه. لو قلنا ايه العلاقه ما بين الغطا والبراد؟ لو احنا الغطا ده كان صغير هيحصل ايه؟ هيقع جوه. طبعا. ولو كبير مش هيحكم البخار بتاعنا. مظبوط. فبالتالي لازم تكون العلاقه ما بين الغطا والبراد تكون ايه؟ متساوي. متساوي بالظبط. هو دي كلمه اي، متساويه، متوافقه، متناغمه، متناسقه، هارموني. فكلمه اي معناها توافق او تناغم او تجانس. بعد كده مقطع كي لما جم عملوه هنا جابوا هنا سنبله الرز. احنا في مصر عندنا اهم حاجه عندنا القمح. ده الاستراتيجي بالنسبه لنا، بنعمل ايه موجود معانا في الاكل في الفطار والغدا والعشاء. هما في الرز بقى. بالظبط. كنت في اليابان بقى ولا ايه؟ لا بتفرج على افلام. ايوه طيب. فالرز جم رسموا سنبله الرز وطلعوا منها اربع. محمد هنيدي لما كان في تايلاند. سوري كلهم بقى مع بعض ناحيه اسيا كده. بقى كله في اسيا بقى. صح، هم محبين للرز ده فعليا طبعا، وكل حياتهم حتى لما كنا في اليابان كانوا يعملوا حتى الفطاير من دقيق الرز. هي الرياضه دي منشاها اليابان صح؟ اليابان طبعا. اسسها موراي اوشيبا في اليابان. اوكي. فجه هنا عمل سنبله الرز وبعد كده عمل هنا الحله وطلع منها بخار. أوكي. لما الرز يتحط وفي الحله بقى يطلع منه البخار معناه ايه؟ انه استوى. استوى، ولما يستوي نعمل فيه ايه؟ يبقى ناكل. الله. طبعا. ولما ناكل بقى فينا بقى انا وانت كده. اول لما ناكل من الرز نحصل منه على ايه بقى؟ طاقه. بالظبط. لا كده كتير كده انت خلاص، انت جبت المفيد بقى كده، انت كده خلاص اي كده من زمان. انا بقول نتغدى بقى وناكل لقمه مع بعضينا. اتفضل يا فندم. فكلمه كي معناها زي ما قالت نهاوند بالظبط، معناها الطاقه. ايوه. يبقى كلمه اي معناها التناغم او التجانس. أوكي. كي معناها الطاقه. اخر حاجه دو. دول لما جه عملوها كده راسم هنا زي طريق وشخص بيمشي. فبكلمة دو معناها المسار أو الطريق أو المنهج اللي هعمل فيه الطاقة بتاعتي بطريقة متناغمة. بعد كده تحتها بقى ده الشعار بتاعنا احنا بتاع الأكاديمية الممثلة لمصر هنا موجودة كصورة الأيكيدو. فأصبح كلمة أيكيدو هو منهج لتناغم الطاقة. الله، طب ليه ما اتكلمش عن القوة؟ جميع الألعاب الأخرى أيا كانت اللعبة بتعتمد على المواجهة مع بعضها، فلازم أكون أنا قوي عشان خاطر أزيح الشخص من قدامي. مظبوط. الأيكيدو لأ. الايكيدو بيقول لك انا بعمل بليندنج، تناغم مع الشخص، هو جاي بقوته هنا كده، انا بروح واخدها معايا واوجهها في الشكل اللي في نقطه ضعف. يعني تستغل قوه الخصم في القضاء على الخصم نفسه. بالظبط. اوكي. طب احنا وليس قضاء. حاجه نشرح بيها. وليس قضاء. انا عايزه لو في صور او فيديو يا جماعه بليز ننزل، انا عايزه افهمها شويه بصراحه. من عينيا. حاضر. لو يعني حاجه كده ممكن ازاي ده ممكن ساعدة. يحصل في الساحه بتاعت يعني المعركه خلينا نقولها. جميل يعني ماشي. لو نزلنا هو دلوقتي هينزلوا لنا 10 بس فيديو نبص عليه. تمام. وايه اللي حضرتك معاك ده بقى؟ ده المفترض دي شهادات الحصول على الايكيدو. جميل. هنا المفترض كان الولد دخل يمسك ايديها. اوكي. هي ما وقفتش، بص لفت ازاي وعملت الحركه في اتجاه عكس في نقطه هو ما عندهوش اتزان موجود عليها. اوكي. هنا لو عندي هجوم من شخصين في نفس الوقت ازاي اقدر بحركه واحده اخلص على الهجوم؟ هنبص هنا كده، اول لما هيرفع بضرب الاولاني، هم نازلين ثلاثه بره خط الهجوم الاثنين مره واحده، هبقى خلصت على الاولاني بقطع البط عليه. ماشي. بس الفيديو سريع. هنا كده بنهتم ان انا عندي بنفرق ما بين الالعاب بتاعتنا لعبتنا كايكيدو في التدريب بتاعنا، ان احنا هنا دي كانت طبعا قفزه جملها عاملاها سفانة، دي اول واحده حصلت على الحزام الياباني هوريكم صورتها دلوقتي. هنا دي بعض الانشطه الفنيه اللي بنعملها اثناء التدريبات الخارجيه. الايكيدو بيتميز عن الالعاب الاخرى ان احنا عندنا المفترض مراحل التدريب بتبقى يا اما ايه؟ حاجه اسمها الشيجو، حاجه اسمها الرينشو، حاجه اسمها الكيكو. كلمه الشيجو دي خاصه بالممارسات الدينيه اليوميه اللي بتتعمل عشان تعرف تحفظ التعليم ديت. اما الرينشو فهي الخاصه بالممارسات الجسديه اللي بيعملها بقى الجودو، الكاراتيه، الكونفو، كل يوم ازاي يضرب البانش، ازاي اعمل الرميه بتاعتي، ازاي اعمل الحاجات ديت. اما الايكيدو بيعمل الكيكو بقى، الكيكو بيشتغل على ثلاث محاور. على الجسد وعلى العقل وعلى الروح. على الجسد ان بتدرب اللعب على التكنيك بتاعه عشان احسنه واخلي تكنيك قوي جدا مفيش فيه ثغرات. الجانب العقلي ازاي افكر ان انه تكنيك مناسب للهجوم دوت، فيبقى عندي الذهن بتاعي بنسميها زانشن الارتد، عندي اورنس عالي اللي بيتم عليه. بعد كده الروح ان انا اشوف انه طريق اتحرك بيه لوقف هذا العنف، ولا مش اي طريق، انا ممكن اوقف العنف بعنف تاني، لا احنا بنوقفه بطريق الفضيله، ان انا ما اذيش الشخص اللي قدامي. يعني دي رياضه اقرب لكونها رياضه دفاع عن النفس عن كونها رياضه قتاليه، صح كده؟ بالظبط. يعني توجهها الاوضح هو الدفاع عن النفس. صحيح. بس بطريقه برضو يعني لذيذه، مش
فعليا. ايوه فعلا يعني اللي بشوف اضعف حته موجوده في الخصم. ايوه صح ولا ايه؟ ايوه وبسيطر يعني. جدا بشكل جدا يعني عارف احنا مثلا ببساطه كده لو فرضنا انا دلوقتي حضرتك جيت مسكت ايد شخص أيوة. عشان يفك ايده هيضطر يضربك عشان خاطر يفك صح كده؟ مظبوط. لا انا بقى في الايكيدو بفك بطريقه ذكيه لاضعف نقطه موجوده عليها. ازاي؟ ازاي؟ عملي بقى، حضرتك هتمسك ايد كده نهواند دي واحده، الموضوع لازم عملي. الموضوع اتطور جامد، الموضوع اتطور جامد. امسك بقى ايديها جامد هنا كده، لا امسك هنا جامد، امسك ايديها جامد، المفروض انت ماسك ايديها وعايز افك منك. فعشان تحاولي تفكي هتضطري تشدي ايدك جامد. هعمل كده مثلا. ايوه، لا انت بتشدي ايدك لتحت بقى، اعملي لتحت. طب كده انطرها لتحت؟ بس امسك جامد شويه، لتحت. طب هو ليه لازم عملي عليا؟ خلاص احنا خلصنا، خلصنا خلاص تاني اهو، شد لتحت كده جامد. اهو. لا امسك جامد. لا معلش خلاص عشان ايه التريك ايه التريك اللي هتوضح لا عشان اوضح للساده المشاهدين معلش اخر حته اخر حته عشان مش حاجه عشان نفسي اتفضل اتفضل يا معلم هنا اهو لما افك كده صعب عليا عشان في اربع صوابع امال نعمل ايه طيب اطلع حاجه تلف ايدك بقى كده اهو ارفع ايدك كده اهو كده ايه ده والله ده فكره لذيذ جه فين بقى اضعف نقطه اللي هي موجوده في ايديا فكذلك فالميزه في كده بقى مجهود الموضوع بس فهمناه بالفعل فانت بالتالي البنت ممكن تمارس الايكيدو الراجل الكبير سنه الكبير هيقدر يمارس الايكيدو لان بيشوف اضعف نقطه في الثغره اللي الشخص بيجي يهجم بيها عليها فيطلع بسهوله جدا يبقى عنده كده براءه من ايه من الهجوم صح يجي بقى المرحله الثانيه اللي بتميز الايكيدو يعني الايكيدو الالعاب الاخرى فيه بقى هجوم ضد هجوم انا عندي ثلاث مراحل اول مرحله ان انا بهرب من الخصم زي ما حصل كده دلوقتي اوكي وبالتالي ممكن اجري اسمع يعني الشرطه ما باذيهوش فعلا انا بفك نفسي انا اوكي دي المرحله الاولى لكن لو جه هجم ثاني باجي مرحله التثبيت بقى اثبته اخليه تحت السيطره ما يتحركش مني خالص هلف ايديا بقى على صوابعه بقى اللي هي المرحله الثانيه تحب تجربيها؟ لا اشكرك كفايه يعني كده خد فكره برضه انت عليه ده عليه هو طب ما تيجوا انتوا ده عليه هو دي بتبقى صعبه ده سهله جدا لا لا هو نفس الحركه لا مش عارف انا اللي هعملها انا اللي هعملها انا اللي هعملها المره دي هو هنا اهو ده بيبقى هيراجع مش عايزه لا اعمل ايه اقول لك اقول لك اخد انا دي كده اهو اوكي اقول لها بدوس على صوابعك كده بص حاول تتعدل اوكي لا طبعا استحاله ما يقدرش اوكي فانت بالتالي دوست على نقطه ضعف في جسمه صغيره ما يقدرش الشخص يقوم ودي المرحله الثانيه من الايكيدو يبقى انا هربت المرحله الثانيه ثبته ممكن اجري عشان لو انا عندي لو بنت مش عايزه اعمل اي احتكاك المرحله الثالثه بقى ممكن بقى ارميه اخنقه ارميه او اخنقه يعني كويسة. اثبته ليه خانق انت بتحب العنف دي كده انا ما بتكلمش على كريم على فكره لا 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 انا بتكلم على فكره هي بتتكلم في البطه لا لا مش كريم خالص طيب قلت لك اخنقه طب دي فرصه كويسه انا الرياضه دي انت فين من زمان يا كابتن الرياضه دي تناسبني تاخدوا سن 33 34 شغال معاكم؟ لا احلى سن طبعا احلى سن لان احنا بنتارجت كمان كل السن الكبير. طب منتشره الى اي درجه الرياضه دي في مصر؟ هل انتوا مثلا الفتره اللي فاتت وانا فهمت في سياق كلام حضرتك ان الايكيدو هنقول ان هي تحت مظله الاتحاد المصري للجودو لو انا مش غلطان صح صح كده؟ الجودو والايكيدو هل في خطه موضوعه من الاتحاد او من حضراتكم القائمين على الرياضه دي تحديدا؟ في فكره ان هي تنتشر في المدارس وفي الكليات يعني فكره ان انتوا تستقطبوا اجيال جديده ممكن جدا يبقى فيهم ابطال مستقبليين في الرياضه دي. احنا طبعا عندنا الخطه موجوده لكن هو الفكره محتاجين الاعلام، يعني هو الاعلام اللي هيساعد معانا لمعرفه الايكيدو ديت، عشان كده احنا بنعمل لقاء مع حضراتكم. هو اتاكد ان هم كده بعد شويتين اللي حصلوا اكيد الوضع هيختلف كتير. دي مضمونه. ده يعني احنا نتمنى طبعا ان الجمهور الاهلي كله يعرف فعلا. لا بس عايز اقول لحضرتك حاجه والله يا كابتن احمد طبعاً. بجد يعني هي حلوه يعني لان فعلا فيها ذكاء غير متوقع، رد الفعل الغير متوقع هو ده اللي ممكن يكون فعلا بينقذك، لان يعني رد الفعل الطبيعي فعلا ان انا ازق ايدي لتحت فمش هيحصل حاجه بس صح يعني لا فعلا ان هي ايد مفتوحه من فوق ف يعني بس طبعا بقى دي ليها حركات كتيره جدا ورولز كتيره جدا. لا ده هو احنا مش كده وبس، ده كمان لو في حد داخل ضدك عليك بيواجهك بسلاح، يعني جاي دلوقتي احنا بنضربك بثلاث اسلحه مشهورين اللي هو بنسميه البوكن اللي هو السيف الخشبي، الجو اللي هي العصايه الطويله، التانتو اللي هو السكينه الصغيره. فانا بقى الولد عاده لما بيجي حد يهجم عليه باي حاجه في ايديه يبقى بانيك يخاف يتشلك ما يعرفش يعمل ايه. لا انا في الايكيدو بعلمه ما يخافش من السلاح اللي جاي ده، ازاي هيطلع بره خط الهجوم وياخدوا منه ببساطه بكل ايه. طب في فيديو ده ولا لا؟ لو معانا فيديو يا جماعه بليز نشوفه. دي هنا كان الاولاد حاصلين على احزمه بتاعه تيشيرت الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو، كنا عاملين لهم تمرينه خارجيه وبعد التمرينه بنديهم الشهاده. هنا سفيان ده بالسيف اللي هو الكتانه بس ما بنشتغلش بيه غير بعد مرحله متقدمه. يعني لو حد دخل عليا بسيف كده المفروض اعرف انقذ نفسي؟ بسهوله جدا ان هعرف النقطه. بطلع من خروج الهجوم اللي جاي عليا بزاويه وبمسكه منه بنفس الحركه دي. طبعا ما هو بالتدريب كل حاجه بالتدريب بيتم عليه بسهوله جدا.
هنا اثناء التحيه اليابانيه. طبعا لو نلاحظ ان احنا التدريبات كلها موجوده بعضها في اماكن خارجيه. الاماكن الخارجيه ديت بيكون ده اساس من اساسيات تمرينات الايكيدو. ده قصد مشترك كتير من رياضات الدفاع عن النفس يعني دايما بنشوف حتى الحاجات الصين واليابان وكده فعلا في وجود طاغي للطبيعه. صحيح. عشان احنا الثلاث محاور زي ما قلنا اللي هو الروح معانا والعقل. أوكي. فانا لازم عندي من البرنامج اللي بيجي لي من اليابان اللي طبقه على اللعيبه المصريين هنا ان انا عشان ابني شخصيه اللاعب عندي يبقى ساموراي كده فيها. أيوة. لازم اطلع بيه في تمرينات بره المكان صاله التدريب اللي بنسميه الدوجو. لان هناك في الدوجو بيتمرن من غير الحذاء على ارض طريه فهو عنده امان. لا انا باخده بقى اطلع بيه مثلا في زي محميه وادي دجله. دي كمان بيبقى لها علاقه بالطاقه اظن فكره ان هو لامس الارض مش كده بالظبط. هو ده اساس الكي اللي هو المقطع بتاع دوت اللي هو الشعار الدولي بتاع الاكاديميه بتاعت اللي احنا تابعين فيها في اليابان. ده علم اليابان طبعا. هنا البنت بتعمل حركه ده علم اليابان. وموجود هنا دي الجزء المثلث ده اللي هو مثلث اللي بيكسر الطاقه السلبيه اللي داخله عليا. شكل موجود بطاقه متعامده. ودي كلمه الايواما بتاعتنا وادي الايواما ايكي شورين كاي. ده شكل اللوجو بتاعنا. هنا هي بنت عامله حركه تثبيت اهي مثبتاها تثبيت كلي. هي قتلها تقريبا. والله لسه كنت هقول ممكن في حاله وفاه في الصوره ولا بيتهيألي؟ ان هو شوف سيطره كامله على الكتف. على الراس ما اقدرش يتحرك خالص كده. ممكن بعد تسيبه بقى تجري تعمل اي حاجه كده خالص. هي فيها ملمح من الكونغ فو. هو الكونغ فو هجومي ضرب اكتر لكن احنا لا انا بكلمك عارف من انهي زاويه تحديدا فكره ان انت بالقدر الاقل من المجهود تبعد عن مسار الضربه اللي جايه لك. يعني صحيح. فيها شيء من التكنيك ده بتهيألي. اكيد هو كلهم بيشتركوا في حته ان انت لو عندك قدره على الالتفاف وتقدر تخش نقطه الضعف اعتقد يبقى كلهم في قسم مشترك بينهم. ممكن نقول عليها اكتر رياضه رد الفعل. يعني انا رد فعل للي قدامي بالفعل. بالفعل انا مش محتاج ان انا ابدا انا الهجوم على الشخص الا لو هو بقى اعتدى. هنا هو داخل عليه بالسيف ازاي هيطلع من الخط وهنا معاه عصايه وبيطلع بره خط الهجوم اللي موجود عليه. أوكي. فده من اهم الحاجات المميزه لانك تعمل ضد الاسلحه في الدفاع عن النفس بالايكيدو. وبعدين بلاحظ ان في يعني الاعمار صغيره قوي ما شاء الله. فانا كنت متخيل وحتى كنت عايز اسالك في التفصيله دي ان في بعض الاحيان في اهالي بيلاقوا ان اولادهم يلعبوا وهم لسه في سن صغيره رياضات من النوع ده خوفا عليهم من الاصابه. فواضح ان لا ده في اقبال من الاعمار الصغيره يعني. ده هو انا عايز احكي ان الاعمار الصغيره يمكن اكثر ناس بتحب هنا مع السفير الياباني اللي هو السابق اللي كنت في مصر. كنا احنا في ده كان في نادي هليوبوليس. ده السفير الياباني. اللي مش السابق على طول الحالي لا لسه ابتدى بقى في لما يعمل انشطه احنا دايما بنتواصل معاهم لنشر الثقافه اليابانيه اللي بيتم عليه. معلش عفوا السؤال كان لا كنت بقول لك على فكره ان هي فيها شيء من الاعمار الصغيره. الاعمار الصغيره اللي في اقبال من الاعمار الصغيره. الاعمار الصغيره لان دلوقتي ولي الامر مش عايز ابنه يرجع له واخد بوكس في وشه اصابه في وشه وضع شكل وشه. البنت مش عايزه تبقى رايحه مثلا مدرسه ثاني يوم وعندها كتفها موجوع او في كدمه في رجلها او كدمه في ايديها. عايزاها تمارس رياضه تخلي عندها ثقه في النفس كبيره تعرف تتعامل مع المجتمع ما تخافش. لان احنا حتى من ضمن الحاجات بنتكلم في الايكيدو اللي هو علاقه بعلاجه الصحه النفسيه ان كان بيجي ناس دلوقتي اولاد صغير جسمه صغير. فيروح المدرسه يحصل شيء من التنمر مع اصدقائه الموجودين في المدرسه عليه فيخلوه بقى يخاف يكره مش عايز يروح المدرسه. صح. مش عايز يروح النادي مش عايز ينزل الشارع. فيحصل له مشكله نفسيه كبيره يحصل رهاب مجتمعي يضطر والده يعمل ايه ينصحه مره واثنين ما فيش نتيجه بيروح بقى للمعالج النفسي يقعد معاه فتره طويله لغايه لما حصلت بقى حاجه معينه فعليا كان حد من المعالجين النفسيين الاقوياء جدا كان قرأ عن الايكيدو بعد كده جاب الولد يتمرن عندنا. هو كان عنده رهاب مجتمعي فظيع وبيخاف جدا جدا جدا. لما خد يتعلم حركه الايكيدو حركه ميزتها ان هي بساطتها ديت وقدر اسيطر على شخص اكبر مني خلت الولد عنده ثقه كبيره. طبعا. انا عندي علاقه ما بين الثقه والمعرفه. اول لما الشخص بيتعلم تلاقي الكيرف طلع فوق كده فاكر نفسه عارف كل حاجه. فحصل عنده ثوره في الثقه النفسيه اللي عنده. فبالتالي بقى يقول لك انا عايز اجرب عايز اجرب. فالولد هو كان مامته شغاله زي حاجه كده طبعا ليها علاقه بمكاتب كده وزمايلها. فبتقول لي بقى لما رحت معاها الشغل ثاني يوم كان طبعا خايف يروح المدرسه فكنت اروح معاها الشغل اسمع كل شويه ابص اروح ابني ماسك واحده منيمه واحد زميله منيمه وعامل ايه. فالولد بقى عنده حب ان عايز يتعامل مع الناس ويكسر حاجز الخوف اللي عنده ده. بس هو خوفهم هو يعني خوفهم هم كده. هم طبعا ما هو بقى عايز يجرب التكنيك اللي اتعلمه. ما هو دلوقتي حس بقى ان هو انا ما حدش قدي انا اتعلمت كل حاجه فاصبح الثقه مفرطه بالنسبه له فكسر حاجز الخوف اللي كان مخليه خايف يقابل الناس وخايف يتم. ايوه بس بقى عدواني برضه لا ما هو بعد شويه بقى ما هو اول لما جه عرف اول خلاص معرفه والثقه زادت لان هميت على النقطه دي يجي بعد شويه يعرف ان الحركه صعبه شويه
فالكيرف ينزل معاه، لا انا محتاج اركز اكتر، لا محتاج امسك السلاح افضل، محتاج اعمل، فالكيرف يطلع لغايه لما يوصل لمرحله الاتزان النفسي الكامل. لان معروف اللي بيتعلم اول شبر من العلم بيظن انه عارف كل حاجه، ياخد الشبر الثاني يتواضع، الشبر الثالث يعرف ان هو ايه لسه ما اتعلمش حاجه، ده لسه المشوار طويل. فانا كان يهمني اللي هو عنده مشكله نفسيه ندي له ثوره في البدايه، يحس ان هو 100 100 اتحرك على طول احل المشكله اللي عنده، بعدين انزل بيه بقى سنه 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 لغايه لما اخليه عنده اتزان، ما يخافش من الناس، يتعامل بدون عنف ويدافع عن نفسه بثقه كبيره. في حد ادنى للاعمار لو حد عايز يبتدي يمارس الرياضه؟ يفضل عندنا من 6 سنوات. هو في اليابان بيبداوا من 5 سنوات، احنا بس عندنا في مصر 6 سنوات بنفضل، علشان خاطر بس الولد يقدر يشيل معانا اللي هو الجزء السلاح البسيط الخشبي او كده. خلي بالك في فئه كبيره من اولادنا، يعني مش كل الاسر عندها اطفال خلوهم يمارسوا رياضه من سن 5 و4 و6 سنين. يعني في ولاد ممكن يبقى عندهم 15 او 16 سنه وما لعبوش رياضه بشكل نظامي قبل كده بشكل احترافي، هل عندهم فرصه ان هم يعني يمارسوا الرياضه دي؟ طبعا الايكيدو احنا بنبدا فيه من السن الكبير، ده انا عايز اقول لحضرتك ده التارجت بالنسبه لنا اكتر من السن الصغير كمان، لان الانسان الكبير بعد ال 15 ما فيش لعبه تقريبا بتقبله، يعني مش عارف يتعلم لسه كاراتيه ولا لسه يتعلم جودو، لا احنا عندنا بقى هتيجي هعلمك الذكاء الرياضي وحسن لك جسمك وحسن لك ازاي تفكر وازاي تتعامل مع الناس. احنا في الايكيدو تلاقي معظمنا كلنا بنلبس بدلنا كلها بيضاء، ما فيش عندنا لون ابيض وازرق، لان احنا مش عندنا هدف الكومبيتيشن ان انا افوز وتاني يخسر وين لوز، لا احنا وين ومن سيتويشن، احنا الاثنين فايزين. الهدف عندنا الهدف الاسمى ان القمه تسعونا جميعا. بس الانتصار في ايه برضو؟ يعني نعم؟ الفوز بيجي مين اللي بيفوز برضو؟ انا مش فاهمه. انا دلوقتي الشخص لما جه هجم عليا هو مفترض دلوقتي عنده طاقه سلبيه ان عايز يضربني، انا بروح طاقته دي اشيلها منه خالص واحطه في الارض كده اقول له كده خلاص ما تعملش اكشن عليا. لما بيبقى فيه منافسه؟ ما فيش منافسه، احنا لسه ما منافسات. يعني هي اصلا رياضه للممارسه على المستوى الهواه، مستوى يعني هي استعراضيه مش تنافسيه. مش ما بتدخلش كومبيتيشنز ولا بطولات ولا اي حاجه؟ لا احنا البطولات بتاعتنا بتبقى استعراضيه. بمعنى ايه؟ ده المفترض دلوقتي زي الكاتا كده، زي الكاتا بس تبقى كاتا التحاميه بقى، ان هو الشخص دخل عليك مثلا ضرب بالبوكس مسك هدومك جه خنقك طلع عليك مثلا بسلاح ثبتك، ازاي تعمل التكنيك المناسب لهذا الموقف؟ طب انتوا بتصنفوا بالناس بناء على ايه بقى في الحاله دي؟ هو المفترض يعني لما يكون في مسابقه ومنافسه او مباراه انجاز التعبير تقدر تحدد مين اللي فاز ومين اللي ما فازش؟ احنا عاده بنبدا اول حاجه عن طريق الاحزمه، بنرتب الناس بالاحزمه بتاعتنا. أوكي. احنا في عندنا المقوله اليابانيه تقول لك تدرب وحافظ على التدريب حتى يتغير لون حزامك. بمعنى أوكي. انت الاصل بتبدا بحزامك ابيض. مع مرور الزمن افضل الحزام ده في مجهود بقى وفي جهد وعرق لونه يتغير، ده النظر الطبيعي الابيض هيتحول للون اللي هو الوحش شويه اللي هو إيه زي قرب الاتساخ نتيجه الجهد والعرق، ده سمه ان هو بذل مجهود كبير فتحول لون ايه البني. فجينا احنا بقى عشان خاطر نغير البتاع ده وشكله حلو عملنا لهم الوان زي ما حضرتك قلت بالظبط، فبقى عندنا اصفر، عندنا برتقاني، عندنا اخضر، عندنا ازرق، الوان مبهجه عشان تبهج الناس ويحس بالتقدم الموجود عليه. ايوه. بعدين يطلع لمرحله الحزام الاسود. الاسود ده فيه 10 درجات بعد كده، اسود 1، اسود 2 وهكذا. وحتى لما بنيجي عليهم نديهم الحزام نقول خلي بالك لو انت هدفك الحصول على الحزام فستتوقف عن التمرين عند حصولك عليه. لكن لو هدفك المعرفه فانت لن تتوقف عن التمرين ابدا. ما يبقاش هدفي ان احصل الحزام وخلاص، لا انا عايز اكمل واكمل. فاصبح حضرتك عندي ناس اصفر وناس برتقاني وناس اخضر، اجيب بقى المجموعه ديت بنديهم مجموعه حركات على قد المستوى بتاعهم. سيتويشنز مواقف بنديها لهم، يبقى انت بالنسبه للاصفر ليك موقفين ثلاثه، في البرتقالي يبقى عندك 4 5، في الاخضر معاك 10، في الازرق 20، في البني 30، يخش معاك 3 اشخاص يهجموا عليك، في الاسود 4 اشخاص. فبالتالي بقى اصبح بقى عنده التفكير الوعي بتاعه كبر ان ازاي يدافع ضد اشخاص مختلفه. اجي بقى في الكومبيتيشن احط بقى الشخص اقول له مثلا انت دلوقتي هيهجم عليك الاثنين وانت هيهجم عليك الاثنين، مين بقى عمل تصرف احسن؟ زوايا خروجه افضل، تركيزه على الشخص عمل فيه عدم اتزان اكتر، ده يحصل على الميداليه الذهبيه. التقييم بقى بيكون بناء على كده. طبعا أوكي. ان هو المفترض عمل احداث عدم اختلال الاتزان اسمها كوزوشي بالياباني، سيطر عليه سيطره كامله، ما كانش فيه لما هو بيخرج منه خرج بطريقه صحيحه ما اتصابش فيها الى اخره من الحاجات الجميله. طب انا عندي سؤال اخير لان الوقت خلص كابتن احمد، بجد استمتعنا والله، دي من الفقرات اللي فعلا حلوه. انا سعدت بحضراتكم. لو حد عايز يقدم دلوقتي بيسمع سواء بنفسه او اهله عايزين يقدموا لاولاد، اهل يعني عايزين يقدموا لاولادهم فين؟ يعني انديه مختلفه ولا حضرتك بتتكلم عن مركز معين؟ لا احنا في انديه، احنا منتشرين حاليا في الشيخ زايد جنبكم هنا اكتوبر في الخمايل، موجودين في التجمع الخامس في نادي الاروا، موجودين في ميت نصر نادي ميت نصر، وان شاء الله نتوسع بقى باذن الله. احنا نتمنى وجودنا طبعا في قناه الاهلي ان احنا ندخل
شاء الله، لان هي رياضه حلوه بصراحه. دي حاجه جميله للجمهور الاهلي. نورت قناه الاهلي وان شاء الله. كان نفسي اوريكم الشهاده. اه للاسف بس هو الوقت سرقنا. بس ملحوقه تيجي تنورنا مره كمان باذن الله. شرفنا وسعدنا بيكم يعني، ونتمنى كلنا نشارك في فن الاسره اللي هو فن الايكيدو. شكرا ليك جدا كابتن احمد. فقره خاصه بالحديث عن النادي الاهلي، وعندنا مواجهه زي ما حضراتكم عارفين طبعا امام سموحه في الدوري. هيكون لينا كلام كتير جدا وتفاصيل، بس خلينا نرحب بصديقنا العزيز جدا والزميل احمد غنيم الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير عليك يا هوند. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الفل، سعداء بوجودك كالعاده. ده الشرف ليا. وعندنا حواديت كتير هنحكي فيها معاك، بس تعالى نبتدي بماتش النهارده الاهلي وسموحه وتوقعاتك لهذا اللقاء، مش فيما يتعلق بالنتيجه قد ما رؤيتك للاداء اللي هنشوف من خلاله الفرقتين في الماتش بتاع النهارده. انا اعتقد يعني مارسيل كولر سيقوم ببعض اجراء بعض التغييرات، حتى السكواد اللي اعلنوا بالامس شهدنا غياب بيرسي تاو بصرف النظر بقى عن اسباب هذا الغياب. ولكن متوقع ان يحدث بعض التغييرات، خاصه طبعا مع استمرار غياب محمود عبد المنعم كهربا على الصعيد المحلي. اتمنى بشكل يعني واضح ان صلاح محسن يعني يصالح الجماهير. صحيح انه نزل يعني تغريده وتوضيح سعيد دوري ابطال افريقيا، لكن اتمنى ان شاء الله ان الامور تتصلح بينه وبين جميل. لسه بعض الجماهير زعلانه. فيما يخص التشكيل بشكل عام، اتوقع طبعا عوده علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني طبعا في حراسه المرمى، محمد الشناوي، اليو ديانج اكيد ركيز اساسيه في نص الملعب. هو خط الوسط اعتقد ممكن يشهد بعض التغييرات، ممكن نشاهد كوكا جنب امام عاشور، ممكن نشاهد قفشه، ممكن نشاهد مروان عطيه. حقيقه يعني كولر عنده خيارات كثيره جدا. في الجانب الهجومي اعتقد صلاح محسن ممكن يكون موجود بشكل اساسي طبعا نظرا لغياب كهربا واصابه موديست. حسين الشحات ايضا متوقع تواجده بشكل اساسي، فيمكن دي ابرز ملامح التشكيل. لكن بالتاكيد لابد ان يحدث روتيشن، والروتيشن مهم جدا لان الفتره الجايه هتبقى فتره مضغوطه جدا، حتى طبعا التوقف الخاص بكاس افريقيا. طيب انا عايزه اروح معاك للخصم شويه، يعني دايما في اي مباراه مع النادي الاهلي بحب اشوف اللي قدامك شايفك ازاي. طبعا افريقيا الثقه بقت زايده شويه لما نيجي نتكلم من الخصوم بتوعنا عن النادي الاهلي، لكن كمان لو هتكلم محليا في بعض الفرق بقى عندها الطموح ده او الثقه دي ان هي تقدر تنافس النادي الاهلي. كابتن احمد سامي من المديرين الفنيين اللي عندهم فكر يعني، وتحس عنده برضو طموح كبير جدا. فانا استشفيت من متابعتي اليومين اللي فاتوا ان كابتن احمد سامي برضو عنده نفس النهج او نفس الثقه. لا انا ممكن على فكره هلعب بشكل دفاعي اكتر، لكن انا ممكن احرز اهداف، ليه لا؟ زي ما عمل الجونه مع الاهلي. يمكن الاهلي مشكلته ويمكن ده اللي جرأ برضو او هيجرأ بعض الفرق في الفتره اللي جايه. الاهلي انا هوند مشكلته اضاعه الفرص، يعني في الدوري الافريقي مش ممكن كميه الفرص في الاربع مباريات. الاهلي لم يحقق الانتصار. طبعا في ممكن غياب توفيق، وفي برضو بعض الاخطاء الدفاعيه لابد ان نعترف تحديدا في مباراه الذهاب ضد سان داونز، ولكن كميه اهدار فرص يعني في الشوط الاول ضد سان داونز هنا لو كان فرصه واحده حتى باستثناء ضربه الجزاء اللي ضيعها علي معلول، لكن انا بتكلم ان كميه اهدار الفرص غير طبيعيه. لابد عن الاهلي ان يستغل الفرص، وهنا بتكلم على صلاح محسن انه يصالح الجماهير بتسجيل اهداف بشكل كبير جدا، وكل فرصه يحاول يستغلها. كولر نفسه وقف عند التفصيله دي في واحد من المؤتمرات الصحفيه وقال لك ان النادي الاهلي، وبيتكلم على فكره على موسمين مفتوحين على بعض، حتى كلامه كان يشمل الموسم اللي فات بالزبط. فكره ان احنا النادي الاكثر احرازا للاهداف والاكثر اضاعه ليها بنفس الوقت. فرص ايه ده، حلوه لا دي فعلا احصائيه اللي قالها كريم، دي احصائيه مظبوطه. لا بالفعل الموضوع يعني لا فعلا في مشكله، في مشكله حقيقيه. ما هي حلوه في ان انت قدرت بتخلق الفرص يعني. لا الجمله حلوه في ان انت بقيت فاهم مشكلتك فين. بالزبط. انا بقى فعلا اكبر نسبه هنا واكبر نسبه هنا، فانا حطيت ايدي على المشكله. بس المشكله دي معايا من الموسم اللي فات على فكره واللي قبليه. كنا بنامل ان يكون في يعني نسبه اقل هذا الموسم، وابتدينا بشكل مش وحش، بس واضح ان هي حتى المنافس لما بيختلف هو الاداء مع النادي الاهلي ثابت في المشكله دي، ملهاش علاقه بالمنافس اكيد خالص. اكيد سموح هيلعب بتحفظ دفاعي طبعا. طبعا كابتن احمد سامي عنده فكر وبيلعب بنهج هجومي في بعض المباريات، بس طبعا باستثناء بس الاوبن جيم مش لمصلحته مع النادي الاهلي استحاله نهاوند يعني استحاله. وبالتالي هو هيلعب على الهجمات المرتده وتحفظ دفاعي. اتمنى ان النادي الاهلي يسجل في الشوط الاول، لانه واضح جدا ان الاهلي في الفتره الاخيره اهدافه بتتاخر للشوط الثاني، وده بيخلي بعض الفرق المنافسه سواء يعني على الصعيد المحلي او حتى على الصعيد الافريقي ممكن تتجرأ عليه قليلا. اتمنى الاهلي يخلص ان شاء الله. ممكن ده بيحصل بالفعل بالزبط. وحصل في كذا لقاء الاهلي كمان، لان الاهلي كمان مطالب انه يفوز طبعا لتعويض التعادل مع الجونه، يفوز أيوة في مباراه اليوم، حتى كمان ينفرد كمان ان شاء الله بالصداره، لان هو عنده مباراه ناقصه لسه في المستوى الدوري ومتعادل حاليا في النقاط مع بيراميدز. قبل ما نسيب تفصيله اهدار الفرص، عايز اعرف طبقا للي انت شايفه مرجعيتها ايه، السبب فيها ايه؟ هل هو تسرع ورعونه
هل هو عدم تركيز؟ وهنحيد التوفيق من عدمه بعيدا عن المعادله دي. مفيش مهاجم، مرجعيتها ايه؟ مفيش مهاجم صريح بيخلص في الاهلي، ودي مشكله، ويعني مشكله الاهلي ببحث عنها من مش عايز اقول حتى من ايام كولر. تفنيش الهجمه بيعتمد فقط على المهاجم الصريح بنسبه كبيره، واكبر دليل لو يعني استشهدنا بحاجه من اوروبا مانشستر سيتي ايرلينج هالاند. مانشستر سيتي ما كانش يعني في السنوات الاخيره كان عنده مشكله في دوري ابطال اوروبا، لكن لانه ما كانش عنده مهاجم بقيمه ايرلينج هالاند. لما جه ايرلينج هالاند الموسم الماضي حتى لو مش بيسجل بيفتح مساحات في الدفاع، في دفاعات الخصوم، ده شاهدناه بصوره واضحه جدا في مباراه الاياب ضد ريال مدريد لما مانشستر سيتي كسب برباعيه، رغم ان هالاند ما سجلش لكن يعني صنع فرص كتير واهدر فرص كتير وفتح مساحات كتير جدا خاصه للبرتغالي برناردو سيلفا. وبالتالي اعتقد لو وجود مهاجم، للاسف الشديد مودست حظه سيء جدا مع الاهلي بشكل كبير جدا، وحتى الان انا كنت يعني كنت متفائل بيه بشكل كبير، لكن للاسف الشديد الامور حتى الان واضحه ان هي مش ماشيه مع مودست بشكل. بس ليه برضه استاذ احمد؟ يعني ما ده بيحصل وحصل قبل كده كتير جدا مع لعيبه موجوده عندنا والتالق بتاعهم ظهر بعد سنه يمكن. مشكله مودست يعني هواند ان سنه كبير مش صغير، يعني مش زي فلافيو لما جه ايام مانويل جوزيه كان لسه سنه صغير وكان ممكن يديك يعني يدي قدام بشكل كبير جدا، يدي سنين قدام. ان داروين نونيز على سبيل المثال مثلا في ليفربول، انا بحب على طول اضرب امثله بره، داروين نونيز الموسم الماضي اول موسم ليه مع ليفربول كان عنده مشكله كبيره في التاقلم بسبب اساسي هو اللغه، لكن داروين نونيز لان سنه صغير وبالتالي بدا يتالق بشكل كبير الموسم ده، وشايفين الثنائيه بتاعته الاكثر رائعه مع محمد صلاح. فانا اعتقد بشكل كبير جدا ان مشكله مودست الحقيقه ان سنه كبير وهو جاي موسم واحد فقط، فهي دي يمكن المشكله الرئيسيه. اتمنى يعني للاسف طبعا الاهلي هيدخل كاس العالم للانديه وعنده المشكله دي وبيواجه اتحاد جده، صحيح ان اتحاد جده عنده مشاكل وجاب مدرب جديد بس بالمناسبه مدرب بس يبقى اتحاد جده باسماء كبيره طبعا. ومدرب اسم كبير جدا في امريكا، في امريكا الجنوبيه في الارجنتين تحديدا، انه حقق بطولات كبيره جدا مع ريفر بليت. نتمنى ان شاء الله ان يتم يعني معالجه هذا الامر باي طريقه إن كان الى ان تاتي انتقالات يناير ويتم التعاقد مع مهاجم صريح. ممكن اقول حاجه معلش؟ يعني ده مش قصه الواحد بيدافع دفاع اعمى يعني، بس انا مش مقتنعه شويه بقصه كبر السن. يعني 35 سنه جاي من دوري قوي للدوري المصري لسه بيتاقلم، لعبه مختلفه تماما. خلي بالك برضو معظم المحترفين او معظم الصفقات اللي احنا معتمدين عليها افريقيا، فانت مش بعيد، لكن انا جايبه من دوري برضو بعيد جدا، يعني الدوري الالماني مختلف تماما عن الدوري المصري. فانا بشوف ان ده ملوش علاقه بالسن على قد ما له علاقه ان هو هيظهر بس لسه. دي وجهه نظري وليس دفاعا والله، بس المنطق يقول كده. منطقك مظبوط جدا يا هواند، وبدليل زلاتان ابراهيموفيتش في مسيرته لما راح مانشستر يونايتد وهو 36 سنه تاقلم بشكل مبكر، وحتى لما راح لوس انجلوس جالاكسي في امريكا في بالزبط. دنيا ثانيه خالص، في اول مباراه سجل هدف يعني يعتبر من احسن الاهداف حاليا في تاريخ الدوري الامريكي. لكن المشكله كلها ان مودس اصاباته كتير ما هو في بقى فرق في الملاعب وفي يعني ولا ايه؟ في فوارق برضه. المحصله النهائيه واحده، يعني بيبقى في الاخر مش عارفين نستفيد من خدماته انجاز التعبير. لان بالمناسبه مودس اللي كان بيشوف اهدافه في الدوري الالماني تحديدا في الكرات العرضيه وفي التمركزات بتاعته هو لعيب جيد جدا طبعًا بالمناسبه يعني طبعًا. وليه هدف شهير، وليه هدف شهير، وليه هدف شهير جدا ضد بايرن ميونخ من سنتين تقريبا، هدف شهير جدا سجله في المكان اللي هو كان متمركز فيه بيدل ان هو مهاجم جيد. هي مشكلته كلها الاصابات وجمهور الاهلي ده. انا اعترف يا كريم، انا اعترف ان هواند ما عندوش صبر لانه على طول متطلب انتصارات والقاب، والجمهور الاهلي بيطالب ان الاهلي يروح كاس عالم انديه، عايز يلعب مانشستر سيتي. عشان اللعيبه والاهلي هو اللي عوده على كده، وده حق مشروع او مطالبه طبعا مشروع. وبالتالي الجمهور مش صابر على مودست، وزي ما قلت لك هو مش مودست كله والله، يعني اختلفت الاراء شويه يعني. معظم عشان اكون امين معاك، معظم الاراء حاليا اصبحت يعني مش خلاص شايفه ان الاهلي. الكلام ده كان بيتقال على بيرس تاو على فكره، وبعد كده دلوقتي شوف بيتقالي على بيرس تاو صح ولا غلط؟ قوي زي مودست الحقيقه. لا مودست تاو، وان كان زي ما هواند بتقول فعلا في الاول خالص الناس كتير كانت قاعده في اول موسم مع موسيماني بالفعل. لا صح كما ذكرت نهاوند، بارسي تاو بالفعل في اول موسم ما كانش قوي، لكن برضو ارجع هنا برضو لعامل السن اعتقد ان، وبعدين بيرسي تاو واضح ان هو كان صفقه لسنين قدام لكن غير مودست، فعشان كده بتكلم في جزئيه السن. تعالى نقف كده عند المشكله الازليه، فكره تلاحم المباريات وتلاحم البطولات، وان احنا وصلنا لمرحله ان تقريبا كل ثلاث ايام عندنا ماتش ما في بطوله ما سواء محليه او قاريه او حتى دوليه، يعني زي كاس العالم للانديه. بعيدا عن الاجهاد اللي هينتج عن هذه التفصيله بطبيعه الحال، لكن الى اي درجه فكره ان انت بتروح بره مصر وتلعب في بطوله مع منافسين اقوياء وترجع بعديها تلعب فرق محليه
هنقول بالمقارنه بالفرق اللي انت كنت لسه بتلعبها هنقول متواضعه بالمقارنه بيهم. دي حاجه مفيده ولا مش شرط؟ ممكن تجيب نتيجه عكسيه. بص يا كريم، انا عايز اقول لك ان دلوقتي اوروبا كلها وتحديدا في الدوري الاسباني في يعني فتره التوقف الاخيره، الدوري الاسباني من اكثر الدوريات اللي اتاثروا. لما بنتكلم في ادواردو كامافينجا وفينيسيوس جونيور من ريال مدريد صابوا فتره التوقف، جافي نجم برشلونه جاله رباط صليبي كامل وهيغيب حوالي 9 أشهر، الموسم انتهى وام اوروبا بالنسبه له انتهت. فكره تلاحم المباريات دي فكره قاتله جدا للاعيبه كره القدم، ولكن بيتم علاجها حاليا لما بننظر للجانب في اوروبا بيعملوا ايه، وحتى في السعوديه حاليا الروتيشن لابد من الروتيشن، يجب على الاهلي وعلى مارسيل كولر ان يتم عمليه الروتيشن. كان النهارده بتكلم لابد من الروتيشن لانه الفتره الجايه فتره مضغوطه حتى الوصول الى التوقف بسبب كاس افريقيا. ان لم يتم الروتيشن، يعني انا مش طبعا ما بتمناش اصابه اي لاعب، لكن بالتاكيد هتحصل اصابات في النص، لان الروتيشن ده لازم لابد من الروتيشن. انت بتلعب كل 3 ايام، ولابد على كل الانديه المصريه اللي بتشارك في البطولات الافريقيه ان تعود نفسها على الروتيشن. وفي الحقيقه يعني في الحقيقه بشكل كبير جدا برضو، يعني قصه ان كاس السوبر ان احنا في وسط هذا الضغط وجدول المباريات انه يتم طبعا التجربه الاسبانيه والتجربه السعوديه والتجربه حاليا ايطاليا كمان هتعملها، وكاس السوبر من 4 فرق هي تجربه جميله جدا، بس الدول دي والمسابقات دي عندهم براح ان هم يعملوا كده، احنا حاليا ما عندناش براح. وبالتالي كان ممكن متحافظ بعض الشيء على زياده، المفروض مباراه واحده وخلاص، لكن بما انها تمت خلاص تمام مفيش مشكله، ولكن لابد من عمليه الروتيشن بشكل كبير جدا الفتره الجايه، لان ان الاهلي او اي حد بيشارك بشكل مكثف في بطولات كتير ولم يقم عمليه الروتيشن اكيد اكيد لعيبه هتقع منه في النص، وممكن باصابات ضخمه جدا زي ما حصل مع جافي في برشلونه. طب ما احنا لما جينا اتكلمنا عن الروتيشن طلع بعض الناس، ومش بتكلم على جماهير الاهلاويه خالص، بتكلم من بعض المحللين، قال لك هو كولر ليه ما بيثبتش التشكيل؟ ليه ما فيش سكواد واحد زي ما كان يعني ايام موسيماني؟ سكواد واحد قوي معتمد عليك ده رائع جدا، بيحقق لي المطلوب هايل جدا، بس المشكله ان انا لو عندي اصابه او غيابات انا خلاص رحت. ف يعني ليه دايما مع كل حاجه مطلوبه بيبقى في برضو تحليلات مختلفه واعتراضات؟ يعني هو مع احترامي الشديد، يعني هو موسيماني خد مع الاهلي في الدوري ابطال افريقيا خد مرتين وخسر، وصل الفاينل في التات وخسر، بس في الدوري المصري اثر عليه بشكل سلبي، يعني ما بالظبط ان ما فيش روتيشن، بالتالي اللعيبه لما رجعت لعب في الدوري المصري حدث الانهيار البدني حتى لو ما فيش اصابات، وبالتالي خسر النقاط في الجولات الاخيره لصالح المنافس الزمالك. وبالتالي لا الروتيشن عندك كولر دلوقتي عامل الروتيشن دي يمكن من اكتر الامور المميزه فيه. اللي عجبني في كولر يا كريم انه عارف هو بيعمل ايه، سادد ودانه عن اي كلام بيتقال، ان هو عارف كويس وهو اكتر واحد متعايش مع اللعيب. مع احترامي الشديد في بعض المحللين دون ذكر اسماء طبعا على طول بينتقدوا كولر عمال على بطال، يعني هم شايفين ان كولر والله هو مش كولر بس، هو لازم يبقى في انتقاد كده عشان نعمل بروباجندا يعني للنادي الاهلي. كولر حتى لو خسر يعني حتى لو خسر يعني انا اسف بس سريعا الهوند، يعني حتى لو كولر خسر السنه دي السوبر الافريقي والدوري الافريقي، يا جماعه كولر السنه اللي فاتت واخد 2 سوبر مصري، واخد دوري ابطال افريقيا، واخد كاس، يعني واخد كل البطولات. ما هو المطلوب اكتر من كولر؟ حتى لو السنه دي موفقش في بعض البطولات، مفيش يعني فريق في العالم بيكسب كل البطولات. الافه دي نقدر نقول ان هي طبيعه النفسيه لما بيبقى في شخص اللي ما بيعجبهاش العجب. والله انا شايف ان في جماهير كتير جدا دعمت كولر، بالعكس يعني انا مش بتكلم على الجماهير على فكره، على فكره الكلام ده ما بيطلعش من الجماهير، ده بيطلع مينلي من بعض البرامج اللي احنا عارفينها، من بعض الاشخاص اللي احنا كلنا عارفينهم، يعني هنروح من بعض فين؟ فيعني بتحس ان هو ايه كل ما هخبط في الكبير كده انا ايه بعمل مشاهده اكبر. بس يعني يا هوند مش معقوله كل الناس، يعني مش معقوله معظم الناس فاشله، يعني ده فاشل وده فاشل. عالم بلغة كرة القدم، في عالم كرة القدم العالمية هذا التذبذب في الآراء، يعني هو أنا مباراة لعبت كويس فأنا كده هترفع لي 7 سما، لعبت المباراة اللي بعدها وحش أو حتى ثبت المستوى، يا عم غيروه بقى يا عم مشوه من مباراة واحدة، مش ده مش بروفيشنال وغير منطقي ومش سليم. مش بروفيشنال يعني. صح، أنا بتفق معاك مش بروفيشنال بصراحة، ونتمنى الأمور دي كمان تتغير عشان حتى ثقافة المشاهدين اللي بيتفرجوا. هتغيرها إزاي؟ أنت بلد فيها 100 وكذا مليون، كلهم عند اللزوم مدراء فنيين ومدربين ومخططي احمال، وبيحطوا خطه. انا بتكلم في المحللين، الجمهور يتكلم زي ما هو عايز، بتكلم في المحلل المفروض هو دارس، فبالتالي هو لما يطلع يتكلم مش كل حاجه اصل ده فاشل واصل ده ومن بعد المباراه ده مش هقول لك على حاجه قبل ما نطلع فاصل ونرجع فضل. يعني قريت انا تعليق مره كنت كاتبه، يعني كنت كاتبه حاجه على تويتر على الجمله دي تحديدا او على الفكر ده لو او المينتاليتي دي الناس دي يعني، فواحد رد ضحكني جدا، قال لك منتظره ايه يا استاذه نهاوند من الناس
الناس لما النمله بتمشي على الحيطه بيحطوا صباعهم عشان يخلوها تغير طريقها. دي حقيقه احنا بنعمل كده، فما سابوش النمله في حالها، هيسيبوا النادي الاهلي وبعض الناس في حالهم عادي ده طبيعي. يا امر غير منطقي بشكل تصدق انا وانا صغير كنت ساعات بعمل كده والله. والله والله الموضوع خلينا نروح ونرجع. وتعالى نروح شويه بقى للدوريات الاوروبيه، ولو في مساحه وقت نرجع مره تاني للدوري المحلي، وتعالى نقف تحديدا عند محمد صلاح والصراع على لقب هداف الدوري. هو لغايه دلوقتي عنده 10 اهداف وهالاند 14. تعتقد ان ممكن الجاب يوسع عن كده، ولا في مساحه ان محمد صلاح يحاول يزود من رصيده؟ في اكيد، في بالتاكيد مساحه لمحمد صلاح يزود رصيده، بس هو مشكله في هالاند مش في صلاح، لان هالاند ماكينه تهديفيه. يعني ليفربول حتى لو ما كانش بيسجل فيه سجل فيه في المباراه الاخيره، رغم ان هالاند ما كانش جاهز بنسبه 100%. لكن الحقيقه محمد صلاح حتى في وجهه نظري حاليا الى جوار هالاند وبيلينجهام من احسن ثلاث لعيبه في العالم، مش بس لتسجيل اهداف للصناعه. ليفربول كان بيعاني امام مانشستر سيتي، لكن هو محمد صلاح قدر يفتح مساحه بتحركه بالكره لترند الكسندر ارنولد اللي استلم الكره من صلاح ثم سددها في شباك مانشستر سيتي. فمحمد صلاح نضج بشكل كبير جدا طبعا. مش بس في التسجيل طبعا. في الصناعه، وبيقدم موسم استثنائي. اتمنى ان شاء الله ان نستفيد منه منتخب مصر باذن الله في امم افريقيا. لكن محمد صلاح قادر بالتاكيد على زياده غلاته التهديفيه في البريمير ليج، لكن تبقى المشكله ان هالاند ماكينه تهديفيه لا تتوقف. بنتكلم كريم ان اللعيب وصل 50 هدف في البريمير ليج منذ وصوله للدوري الانجليزي في 48 مباراه، ارقام خرافيه. يعني عدد اهدافه اكتر من عدد المباريات يعني، فحاجه صعبه جدا بصراحه يعني. هروح للدوري الاسباني شويه، وبتحديدا نتكلم عن برشلونه، لان طبعا برشلونه في حته كان قبل 2020 قالوا 2019 تحديدا مع رحيل ميسي، مع الاحداث الاداريه والمشاكل الماليه وغير كده، طبعا تراجع بشكل كبير لحتى هذه اللحظه. ما نقدرش نقول رجع زي الاول، ومش متوقع قوي ان هو ممكن يرجع في المستقبل القريب بالظبط. فحاليا هو بيحتل المركز الرابع، اداء ونتيجه حتى هذه اللحظه بتقيمها ازاي لبرشلونه؟ لان برضو الواحد بيزعل ان ده نادي عريق وليه تاريخ كبير جدا يعني. لا، النتائج متخبطه بشكل كبير. برشلونه يعني بيفوز بصعوبه بشكل كبير، حتى المباراه الاخيره ضد رايو فاليكانو تعادل 1-1 وهو كان مهزوم، وتعادل يعني بهدف عكسي مش هو اللي سجله. في الشامبيونز ليج كان امام فرصه ليحسم التاهل دور 16، خسر ضد شختار. برشلونه عنده مشاكل كبيره جدا، مشاكل ماليه منذ كما ذكرت ان هوند، منذ جائحه فيروس كورونا والكيرف يعني نزل بشكل كبير جدا، مش قادر يجيب صفقات لعيبه يعني من الصف الاول، اضطر يبيع اجزاء من اصوله ابرزهم قناته التلفزيونيه حتى اغلق، اضطر ان هو اجبر على اغلاقها. فانا اعتقد ان برشلونه الامور التخبط ده يستمر لفتره الى الوقت طالما استمرت الازمه الماليه للاسف. جميل. طيب، وبالنسبه بقى للدوري الالماني والصراع المشتعل بين البايرن وليفركوزن، وناس كتيره متفاجئه ان ليفركوزن ماشي بخطوات يعني قويه جدا لدرجه ان هو اللي دلوقتي متصدر، يعني بايرن ميونخ هو في المركز الثاني حاليا على حد علمي. باير ليفركوزن عنده اسماء مهمه جدا، يعني كريم اديمي او فيرتس او فريمبونج او ما الى ذلك، اسماء بتادي بشكل كبير جدا. لكن باير ليفركوزن نقطه قوته تشابي الونسو. الناس متفاجئه بان تشابي الونسو مدرب بهذا الشكل مع باير ليفركوزن. تشابي الونسو يا كريم وهو لعيب كوره لعب تحت قياده رافائيل بينيتز، جوزيه مورينيو، بيب جوارديولا، كارلو انشيلوتي، وبالتالي انا مش متفاجئ خالص ان هو يكون مدرب بهذا الكواليتي. هو مرشح بقوه ان يخلف كارلو انشيلوتي في ريال مدريد، ومتوقع ان يعني باير ليفركوزن سيواصل المنافسه مع بايرن ميونخ، خاصه هو بيتصدر حاليا بفرق نقطتين. لكن بايرن ميونخ هو النقطه المضيئه بالنسبه لي حتى الان. هاري كين اول لعيب في تاريخ الدوري الالماني يا كريم بعد مرور 12 جوله بيسجل 18 جول بعد 12 جوله فقط، يعني بنتكلم ماكينه تهديفيه برده جباره. وبالتالي انا سعيد ان المنافسه في الدوري الالماني بهذا الشكل بعد سنوات من السيطره المطلقه لبايرن ميونخ. طيب، دوري ابطال اوروبا برضو سريعا نكون اخذنا كل الملفات، يعني هل برضو متوقع مان سيتي؟ يعني خلينا نقول لان التوقعات اصبحت بتدي ملل شويه ليه وبتفقد المتعه ليه كره القدم في البطولات كلها عالميا، هل برضو متوقع هيمنه مان سيتي، خصوصا ان هو برضو طالع بسرعه يعني ملهوش منافس؟ حتى لما تيجي تتكلم عن ماتشاته مع ليفربول، لا برضو مان سيتي الافضل صراحه يعني. مانشستر سيتي بيتجه مرشح انه يحتفظ باللقب، لكن عنده منافسين، عنده بايرن ميونخ بقياده هاري كين، عنده ريال مدريد بإرث ريال مدريد ووجود لاعب بقيمه جود بيلينجهام. دي حاليا دي الفرق اللي انا شايفها حتى ان تقدر تنافس مانشستر سيتي على اللقب. ما اقدرش استبعد انتر ميلان وصيف النسخه الماضيه، مانشستر يونايتد طبعا ظروفه صعبه بشكل كبير جدا، اتلتيكو مدريد ممكن يوصل ادوار متقدمه لكن ما اقدرش ان يقدر يوصل ادوار بعيد، لكن مانشستر سيتي قادر على الاحتفاظ باللقب. لكن الامور مش هتبقى سهله لان عنده بايرن ميونخ وعنده ريال مدريد، حتى لان دول ابرز اثنين مرشحين ان هم يقدروا ينافسوه على
متعلقه بهذا الموسم. جميل. تعالى بقى نرجع من الدوريات الاوروبيه للمنتخب الوطني بتاعنا. شوف انت بقى عمال تدوخنا ازاي؟ احنا ورانا حاجه. ما لسه احنا في اوروبا رجعتنا ليه؟ ناخد ماشي. فكره كده عن رؤيته للمنتخب وعن مشوار المنتخب حتى هذه اللحظه وتوقعاتك لبقيه المشوار عامل ازاي؟ خلاص كاس افريقيا على الابواب. خلاص يعني خلاص كاس افريقيا على الابواب. يعني لا يعني انا عايز اقول ان الفتره خلاص فتره التجارب انتهت ومباريات السهله المباريات السهله انتهت. تصفيات كاس العالم مع احترامي الشديد يعني احنا يعني في بعض اللعيبه بيتكلموا احنا حلمنا نتاهل. لا هو الطبيعي ان احنا نتاهل من هذه المجموعه صحيح. وان عدد المنتخبات زاد 9 منتخبات من افريقيا فالطبيعي ان احنا نتاهل لكاس العالم خلاص. احنا السؤال احنا هنعمل ايه في كاس العالم؟ ده شك. لكن الشك فيما يخص افريقيا الامور هتبقى صعبه بشكل كبير جدا. انا نفسي ان منتخب مصر بالتاكيد يحقق اللقب. احنا اخر لقب كان 2010 وكمان عشان محمد صلاح ان محمد صلاح يستحق بهذه المسيره الاسطوريه ان يحقق لقب مع منتخب مصر. لكن الامور مش هتبقى سهله. منتخب المغرب مرشح بقوه. السنغال متواجده حامل اللقب رغم ان خلاص معظم لاعبتها تقدمت في العمر ومعظمهم كمان في لعيبه اللعيبه الاساسيه سابت اوروبا بيلعبوا دلوقتي في الدوري السعودي. كوت ديفوار المنظم. الكاميرون رغم التخبط اللي موجود لكن تبقى مرشحه. الجزائر برده رغم تراجع المستوى تبقى مرشحه. تونس برده لان تونس الحقيقه نتائجنا معاها في الفتره الاخيره للاسف لصالح تونس فالامور صعبه على روي فيتوريا. واضح انا عندي قناعه ان روي فيتوريا مش مقتنع قوي بمعظم لعيبه الدوري المصري باستثناء ممكن بعض لعيبه النادي الاهلي واحمد سيد زيزو من الزمالك. لكن بقيه الطباع ده جالك منين؟ لان في الماتشات حتى سواء في تصفيات كاس العالم او حتى في المباريات الوديه كان معظم التشكيل محمد النني مثلا ما بيلعبش مع ارسنال خالص وبيلعب بشكل اساسي. طارق حامد بصرف النظر عن المشكله الاخيره اللي حصلت كان هو اللي بيلعب. فواضح ان هو عنده قناعه تامه بالمحترفين اللي بره ان هم متواجدين بشكل اساسي ومعاهم ممكن مصطفى فتحي احمد سيد زيزو طبعا نجوم النادي الاهلي في خط الدفاع ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم محمد الشناوي بالطبع وحسين الشحات برضو امام عاشور ان شاء الله المشكله باذن الله تكون اتحلت خلاص. وبالتالي انا في وجهه نظري ان روي فيتوريا امامه مهمه صعبه مش مستحيله لكن صعبه جدا ان هو يقدر ياخد البطوله مش مستحيله ولكن هتبقى صعبه نظرا لان المغرب مرشح بقوه والمغرب في حته ثانيه المغرب بصراحة. بس مش شرط ياخد البطوله لان كوت ديفوار يعني هوند وادعو الجماهير انها تشوف كوت ديفوار غير ان هي على ارضها منتخب تقيل بشكل كبير جدا. نتمنى اكيد بحلم طول عمرهم على فكره طول عمرهم بس ما عدا فترات معينه كان في يعني افول لنجم كوت ديفوار لكن في المطلق هم طول عمرهم في طول عمرهم بالظبط. مش عايزين ننسى نيجيريا رغم التخبط اللي هم بيعيشوا فيه لكن نيجيريا عندها واحد من اهم المهاجمين في العالم فيكتور اوسيمين اللي ممكن يروح تشيلسي في يناير بمبلغ خرافي. فلا اعتقد ان يعني منتخب مصر مهمه مش مستحيله لكن صعبه بشكل كبير لكن نتعشى من احنا ان شاء الله نحقق اللقب باذن الله. طب احنا هنتعشم لامتى علشان المستوى يعود مره ثانيه ل 2010؟ انا بتكلم بجد والله لان اكيد ده حق لكل الجماهير المصريه ان انا اشوف المنتخب بتاعي بالقوه اللي هو كان عليها لغايه 2010. كنا تقريبا عالميا رقم 9 عالميا تقريبا حاجه زي كده كمنتخب. بص انا وانا مش عايز اقولها ان هو كان بفضل الاهلي عشان انا مثلا في قناه الاهلي وانا لا يعني نقولها اصل ده واقع يعني بس هو كان واقع لان كان الكابتن حسن شحاته طبعا المدرب التاريخي لمنتخب مصر كان عمود المنتخب مصر والنادي الاهلي وليس المحترفين وجيل النادي الاهلي ده كان جيل استثنائي لكن القاعده عشان احنا نقدر ننافس دعنا نعترف يا كريم ونعترف ان هوند لابد ان نطلق العنان الحقيقيه. المنتخبات الافريقيه سبقتنا ومنتخب المغرب تحديدا حقق هذا الانجاز التاريخي في كاس العالم لان كل لعيبته او معظمها بتلعب في التوب ليفل في اوروبا وهذا التوب ليفل مخليهم كان يواجهوا البرتغال واسبانيا وفرنسا وكرواتيا وبلجيكا كل الاسماء الرنانه دي وهم مش خايفين لانهم بيلعبوا قدامهم. فاحنا عشان نقدر نعمل ده لازم نطلق العنان لاحتراف اللاعبين بشكل اكبر. لكن بمستوى الدوري المصري الحالي عشان اكون صريح وامين معاك لا الامور هتبقى صعبه بشكل كبير ده ان احنا على الاقل حتى ممكن نقترب من انجاز المغرب. طب وليه ده حاصل على المستوى الدوري المحلي بتاعنا؟ ليه مش عارفين نلاقي عناصر منوره؟ دي مشكله من قطاع الناشئين يا كريم بشكل كبير جدا يمكن باستثناء النادي الاهلي. في مشكله كبيره جدا في قطاعات الناشئين يا كريم. احنا عندنا ان لعيب يسدد كوره من خارج منطقه الجزاء في المرمى بيبقى حدث دلوقتي في الدوري المصري. اللعيب انه يعني يبقى عنده كواليتي وتكنيك ان هو في خط الدفاع ما يشتتش الكوره تشتيت عشوائي وانه بيبصيها بطريق صحيح حتى هو مضغوط عليه احنا عندناش يعني الابجديات دي بقت امله دلوقتي للاسف. انا باستثناء النادي الاهلي كولر بيحاول يظبط ده مع وممكن بيراميدز برضه عشان اكون امين معاك ولكن ان كان بيراميدز مش فريق بطولات وما زلت عند رايي متمسك برايي ده انه ما عندوش ظهير جماهيري لكن
باستثناءات قليله جدا. معظم انديه الدوري المصري عندها المشاكل بشكل كبير جدا، وغياب الجماهير ده عنصر مهم جدا. لعيبه منتخب مصر المحليه لما بتجد جماهير بشكل كبير جدا ممكن بيتخضوا او بيترعبوا. فنتمنى ان شاء الله كمان زياده عدد الجماهير. لكن احنا عندنا مشكله كبيره جدا في قطاعات الناشئين، وفي بعض اللعيبه في انديه كبيره جدا عندها اصلا مشكله في اساسيات كره القدم كما ذكرت. يعني قطاعات الناشئين دي عملنا فقره كامله عنها، وشهدنا برضو في الاخبار المختلفه ان في تطوير وفي اهتمام بقطاعات الناشئين المختلفه في الانديه، واحنا عندنا في النادي الاهلي في اهتمام كبير. طيب معلش احط ايدي على الازمه فين طالما احنا بنتكلم عن قطاع الناشئين دلوقتي، بس سريعا استاذ احمد، المشكله في ان قطاع الناشئين عند الانديه المختلفه مش لاقي الاهتمام مثلا الكافي، مش لاقي الدعم الكافي، ولا حضرتك بتتكلم على المجاملات والاختيارات اللي فيها؟ الله، واضح ان هي كده المجاملات. انت حطيت ايدك على الجرح يا نهاوند، انا بحييكي بشده. ده فعلا المجاملات. لا، في معظم الانديه، مش طبعا مش عامم طبعا، من التعميم مرفوض، لكن معظم او عدد كبير، بلاش معظم، عدد كبير من الانديه في طب واللي بيعملوا كده مش شايفين انعكاسات المحسوبيه دي عليهم هم نفسهم؟ معظم الانديه الكبيره دلوقتي بتستسهل ان هي تشتري. يعني لا استسهل ازاي؟ ما انا ابن النادي عندي اهم اكيد من صفقه هدفع فيها بالظبط ملايين. لا حتى الانديه، مش عايز اقول الاهلي والزمالك او بيراميدز، بيدفعوا ملايين. فيوتشر او معظم الانديه دي منتاليتي غريبه جدا، بيدفعوا ملايين يعني. فيعني لا يعني الحقيقه في قطاعات الناشئين عندها مشكله بشكل كبير جدا، ان لم نتداركها احنا هنتعب بشكل كبير جدا في حقبه ما بعد محمد صلاح. هنتعب جامد على مستوى منتخب مصر. طبعا ده ملف عايز بصراحه فقره يعني كامله، لان اتكلمنا فيه قبل كده بس كان سريعا. لكن قطاع الناشئين هو الاساس، انت بتعمل البيز بتاعك بتبنيه صح عشان بتفق معاك تمام. بعد كده طبعا، وهي اصلا انت بتقيس في الاول وفي الاخر اي قطاع للناشئين في اي نادي بكم عدد برضو اللي انت صعدتهم للفريق الاول. هو مش قطاع ناشئين قوي وخلاص يعني بالعدد. يعني احنا اتكلمنا عن النادي الاهلي، لا، على مدار التاريخ والاجيال المختلفه احنا صعدنا كتير جدا من ابناء النادي. يعني اعتقد ده دور اتحاد الكوره ان اراد تقويه مسابقه الدوري المصري بشكل كبير جدا، ان يشوف قطاعات الناشئين ويشوف الامور دي كلها للتطوير في الفتره المقبله. ان استمرار كما ذكرت لكن بهذا الشكل هنتعب جامد جدا في حقبه ما بعد محمد صلاح. محمد صلاح هو 30 سنه طبعا، نتمنى انه يستمر اطول وقت ممكن في الملاعب، لكن هو بالتاكيد هيجي ان شاء الله، يعني هيجي في وقته خلاص يعني يعتزل. فنتمنى ان شاء الله الامور تتحسن باذن الله الفتره الجايه. باذن الله. نورتني يا احمد، ده شرف ليا والله يا كريم. انا ببقى يعني بطلع معاكم بجد، انت ونهاوند بيبقى شرف كبير جدا. معلومات غزيره طبعا وتحليلات رائعه مننا. لا بهزر. نورتنا يا احمد والله. ربنا يخليك. شكرا لحضراتكم. لا مين فينا هيختم بقى؟ انا اقترح انت. انا شايف ولا انت ايه؟ انا رايي مش لازم حد يختم. طبعا هنشوفكم بكره ان شاء الله.